least in the field. زي ايه؟ زي مثلا حضرتك اكتشفت ان في دواء معين او مرض معين ما كانش له جينيتيكالي بيزد، وانت حضرتك اكتشفت له ميوتيشن جديده. يعني حضرتك اكتشفت ميوتيشن معينه لديسيز معين، لمرض ما كانش قبل كده معروف ان له جينيتيك بيز. ده اسمه كونسبشوال ادفانس، لان حضرتك باللي عملته ده غيرت المفهوم، او غيرت تشينج ذا واي ذيس ديسيز از ستاديد ان ذا فيلد، او مي ايفن تشينج ذا واي ذيس ديسيز از تريتد ان ذا كلينيك. يبقى الكونسبشوال ادفانس ده تغيير بالاكتشاف اللي حضرتك عملته في البحث بتاعك، او بالريزلتس اللي حضرتك وصلتها من خلال الداتا اللي حضرتك استخدمتها. وصلت الكونسبشوال ادفانس، حاجه هتغير مفهوم المرض او هتغير طريقه علاجه، فبنسمي ده كونسبشوال ادفانس. النوع الثاني بنسميه انكريمنتال ادفانس. انكريمنتال ادفانس هي انت حضرتك ما اكتشفتش حاجه جديده، لكن اضفت لشيء كان موجود. سمول ستيب بيلدينج اون واتس اوريدي نون. زي لو طبقنا نفس المثل اللي فات اللي هو ده بقى ديزيز اوريدي نون ان هو جينيتيكالي بيزد، لكن حضرتك اكتشفت ميوتيشن جديده لهذا الجين، فبالتالي الريزلتس اللي حضرتك وصلت لها ستيل نوفل اند وورث فور بينج ببلشد، تستحق النشر. Will not likely change how this disease is studied in this. لكن مش هتغير مفهوم دراسة الدواء، دراسة المرض أو علاجه. لكن still أنت حضرتك عملت building up what's already known. هل الأمور واضحة بالنسبة للنوفيلتي ولا لسه، ولا في سؤال بالنسبة للجزء، لأن ده هنستخدمه بعد كده في الورك شوب اللي جاية. هل في شيء مش واضح في مفهوم النوفيلتي، وخاصة للشباب اللي هم اوريدي الكانديت الاصليين بتوع الكورس، او من اي حد من الزملاء لو عنده سؤال اتفضل. موضوع لو حد حابب يشارك يا جماعه يتفضل، يعني لو حد عنده مشكله في الجزء اللي عدى يتفضل، عشان حضراتكم هتشاركوا بعد شويه في ورك شوب مبنيه على الكلام ده بالمثل اللي ضربناه بتاع الاوثر اللي فات. دكتور احمد عامر بيقول واضح. طيب بيت الزملاء. اوكي اي ثينك نو بروبلم بروف. طيب اوكي، يبقى احنا اتكلمنا عن النوفيلتي وعرفنا ان في حاجه اسمها كونسبشوال ادفانس وحاجه اسمها انكريمنتال ادفانس. هنشوف بقى الادفانس اللي احنا عملناه ده او النوفيلتي لاي مدى بتاثر في الفيلد. هل هي برود امباكت ولا نارو امباكت زي ما قلنا؟ هل هي في اكتر من تخصص، اكتر من سبيشاليتي، وعلى مستوى الساينتست والبابليك، ولا هي نارو امباكت فور سبيسيفيك سب سبيشاليتي؟ وبناء على الكونسبشوال ادفانس مع الميتنج بتاعها مع الامباكت، هنبدا نختار الجورنال اللي احنا هننشر فيه. ودي اول اختياراتنا للجورنال، الجورنال سيليكشن. فانا لو عندي كونسبشوال ادفانس زي ما اتفقنا ان حاجه هتغير مفهوم الديسيز وليها برود امباكت، يبقى الافضل ان انا اختار لهذا الريسيرش حاجه من التوب تير جورنال. توب تير جورنال اللي هي بنسميها دلوقتي كيو 1 او الصفوف الاولى، جرائد الصفوف الاولى. يبقى انا لو عندي كونسبشوال ادفانس حاجه هتغير مفهوم المرض او طريقه علاجه وليها برود امباكت، يبقى الافضل ان انا اختار لهذه البيبر توب تير جورنال. طيب لو هي كونسبشوال ادفانس ونارو امباكت، يبقى انا اختار ميد تير جورنال اللي هي كيو 2 مثلا. طب لو هي انكريمنتال ادفانس وبرود امباكت، يبقى اختار لو تو ميد تير جورنال. ولو هي انكريمنتال ادفانس ونارو امباكت، يبقى الافضل ان انا اختار لو تير جورنال. الافضل ليه؟ لان عشان افويد موضوع ريجكشن، وان غالبا ده مش هيكون السكوب بتاع الجورنال اللي انا رايح له، فاوفر على نفسي الوقت واوفر على نفسي ان انا اتحسب عليا ريجكشن ريت زي ما هقول بعد كده، زي ما هنوضح بعد كده بشويه.
واضحة الايمج لغاية دلوقتي يا زملاء الأفاضل؟ هل الأمور واضحة؟ عبد الله. طيب الواضح بالنسبة له يكتب واضح كده على الشات، عايزين كده نحرك إيدينا عشان هنبدأ ندخل على الورك شوب. الأمور واضحة بالنسبة له يكتب كلمة واضح على الشات أو كلير. تمام دكتور أماني، دكتور أحمد، دكتور عبد الله، دكتور خالد، دكتور رباب، دكتور عادل، عبد الرحمن. تمام. اوكي طيب هنفكر حضراتكم بالفايندز بتاعت الاوثر اللي معانا. In my study I showed that previously published drug that can reduce breast cancer tumor is also effective in reducing hepatocellular carcinoma tumor. My study will be broadly useful for cancer researchers and clinical oncologists. Deal finding اللي لقاها بفكركم بس فيها عشان هنطبق عليها بعد شوية. بعد كده هنقول where are they useful، هي مفيدة فين؟ هل هي خاصة بcertain region، شغال على حاجة local في بلد معينة أو في منطقة معينة، أو الفايندنج اللي أنا مطلعها دي applicable worldwide؟ لو هي الفايندنج دي specific لريجن معينة يبقى الأفضل إن أنا أنشر في regional journal. لو الفايندنج دي applicable worldwide يبقى الافضل ان انا اختار international journal. في ناس هتقول لك طب ما انشر international وخلاص، يعني انا ليه انشر local؟ هنعرف بعد شويه ان ده ممكن يضر مش يفيد لو طبقنا المفهوم بتاعنا اللي هو الهدف الاساسي بتاعنا، ان احنا نزيد الامباكت بتاع حضرتك كريسيرشر في الفيلد، وان احنا نثري الفيلد بشكل كويس. السؤال الثاني هم ار ذي useful، هو مفيد لمين؟ زي ما اتفقنا هل هو لسبيسيفيك كارير زي الكانسر ريسيرشرز، ودي في الحاله دي الافضل ان انا اختار سبيشاليزد جورنال، يعني جورنال متخصص في الكانسر. لو انا الفايندنج بتاعتي ريليتد للكانسر ريسيرشر بس، لو انا الفايندنج بتاعتي ريليتد للدرماتولوجي بس يبقى اختار حاجه للدرماتولوجي، للفارما بس اختار حاجه للفارماكولوجي. انما لو الفايندنج دي فيها اكتر من سيبلنس زي الكانسر ريسيرشر والانكولوجيست زي الحاله اللي معانا، يبقى في الحاله دي اختار برود فوكس جورنال وليس سبيشاليزد جورنال. السؤال بعد كده هاو ماتش اكسسبل في الريليفنس بتاع الاستادي بتاعتي، هل هي للاكاديميك ستاف اونلي ولا هي للاكاديميك اند جنرال بابليك؟ لو اكاديميك اونلي بختار سبسكريبشن جورنال، لو هي اكاديميك وجنرال بابليكيشن الافضل ان انا اختار اوبن اكسس جورنال. انا بس هنا عايز اتاكد ان الاودينس الشباب المشتركين في الكورس عارفين الفرق ما بين السبسكريبشن جورنال والاوبن اكسس جورنال، فحد كده منهم يقول لنا او حد من الزملاء الافاضل يضيف لنا او يثري لنا اللقاء بمشاركته. الزملاء الاساسيين في الكورس، هل حد يعرف مفهوم سبسكريبشن او اوبن اكسس جورنالز، او ولا ده مفهوم جديد علينا كده او كده؟ احنا يا ريت يعني نشارك. اتفضلوا. لا دكتور امال بتروح حضرتك. لا اتفضل دكتور خالد. اتفضل دكتور خالد. Open access journal means anyone can access and read and download the article without any charge or any fee, either a researcher or public or anyone. Subscription means it's restricted to the subscribers or for researcher who will pay for this article. Really, I'd like to thank Dr. Khaled for his active participation. It's a valuable participation. فعلا زي ما وضح لنا الدكتور خالد ان الاوبن اكسس جورنال ده بيبقى مش الريدرز بتوعه ما بيعملوش اشتراكات في الجورنال، وبيوصلوا للبي دي اف او للداونلودز او للمعلومات اللي في الجورنال فري، ما بيحتاجش اشتراكات، ما فيش فيز مدفوع من الريدرز، فبالتالي الوصول بالنسبة له بيبقى أسهل والداونلود بيكون فري. السبسكريبشن جورنالز دي الجورنالز اللي لازم الريدرز فيها بيدفعوا اشتراكات، ودي غالبا بتبقى للأكاديميك والسبيسيفيك أو سب سبيشاليتي معينة، ناس انترستد في الفيلد ده عايز يعرف الابديتد فيه فبيعمل اشتراك. فبالتالي لو حضرتك نشرت في أكاديميك
اونلي او سبسكريبشن جورنال هيبقى صعب جدا ان يوصل للجنرال بابليكيشن والعكس. هل وضحت يا شباب؟ لان يهمني ان يكون الدكاتره يكونوا عارفين القصه دي، الناس اللي كانتش مفهوم بالنسبه لها. هل واضح دلوقتي؟ واضح يا دكاتره. دكتوره اسراء وضحت الامور ولا حضرتك حابه كلاريفيكيشن؟ وضحت يا دكتور. طيب تمام، يبقى احنا هنا هنرجع نتفق ان لو هو اكاديميك اونلي يبقى هننشر في سبسكريبشن جورنال لان ده هيروح لناس معينين. لو هو اكاديميك اند جنرال يبقى الافضل ان احنا ننشر في اوبن اكسس لان ده هيكون فري داونلود وهيبقى مور اكسسبل. طيب هنرجع بقى نقيم مع بعض، ودي الورك شوب الاولى اللي مطلوبه من حضراتكم. الاستادي دي اللي هي انا كنت بعتها للكانديدتس بتوع البروجرام امبارح، هتلاقوها معاكم في الهاند اوت. In my study, I showed that a previously published drug that can reduce breast cancer tumor is also effective in reducing hepatocarcinoma tumor. My study will be broadly useful for cancer researchers and clinical oncologists. Now, قبل ندخل في الورك شوب، معلش بعد حضرتك دكتور خالد رفع ايده، فممكن يكون في اضافه قبلها قبل ما ندخل في الورك شوب. طب اتفضل دكتور خالد. دكتور خالد ريز هاند، دي قديمه يا فندم ولا لا؟ لا عفوا، هي مرفوعه من لما رديت بشويش. ماشي يا فندم، ونتمنى انها تكون جديده يا دكتور خالد عشان نسمع من حضرتك تاني. طيب ايه البوزيتيف فايندنج اللي هي موجوده معانا في اللي قدمه الاوثر ده؟ اول حاجه بيقول ان هو previously published drug، معناه ان مش اكتشاف جديد، هو كان الراجل الدواء كان موجود، لكن اضاف ان هو ما بقاش يستخدم للبريس، لقى ان هو مش بس بيقلل الانسيدنس او بيقلل الريدكشن، بيعمل ريدوسنج للبريست كانسر بس، لا ده للهيباتوسيلولار كارسينوما تيومر كمان، وبيدعي ان هو برودي يوسفول، او هو ده رايه يعني. فانا هنشوف حضراتكم متفقين معاه في الراي دلوقتي ان هو يوسفول فور cancer researchers and clinical oncologists. فدي البوزيتيف فايندنج اللي في الفايند بتاعت الاوثر ده. مطلوب من حضراتكم دلوقتي هل الاوثر ده ينشر في سبسكريبشن ولا اوبن اكسس جورنال، سبيشاليزد ولا برود فوكست، ولوكال ولا انترناشونال، وهل ينشر في لو تير ولا توب تير جورنال. طبعا كل واحده فيرسس الثانيه، يعني هنختار واحده من كل جروب، عندنا اربع اختيارات هنشيل واحده ونختار واحده. نبص كده في المانسكريبت اللي مع حضراتكم. طبعا اي حد يشارك يعني، سواء اساتذتنا اللي موجودين افاضل او الكانديديتس بتوع البرنامج اتفضلوا مشكورين. نختار اول واحده كده، ناخد يعني هناخد كده نص دقيقه نفكر في الفايندنج، وبعد كده نرجع تاني نختار مع بعض الجورنال المناسب للاثر ده. دكتور محمد أستاذ حضرتك ممكن نجيب السلايد اللي بعدها علشان الاختيارات بقى، يعني الاربع ناخد اربع كلمات، يعني اللي يختار اربع كلمات نحطهم. هنبدا مع بعض، اتفضل. طيب اربع اختيارات. اول واحده هل ننشر اوبن اكسس ولا واضحه كده يا دكتور احمد؟ واضحه يا فندم. تمام، طيب ناخد اوبن اكسس ولا ناخد سبسكريبشن جورنال في الحاله اللي معانا؟ دكتور عبير بتقول سبسكريبشن، دكتور محمود الرفاعي اوبن اكسس، دكتور عبد الله اوبن اكسس، دكتوره هويده انترناشونال. طبعا هي بتجاوب على بوينت ثانيه لسه.
دكتوره رباب قابل اكسس بروت فوكس. انا خلاص انا شايف الشات يا باشا وخلاص. طيب اوكي ماشي ماشي. طيب طيب الدكتوره انت حضرتك عارف الناس اللي في الكورس طبعا اكتر مني، فلو حد كاتب منهم اوبن اكسس او سبسكريبشن، لو حد منهم مختار الاختيار الاولاني يعلق لنا ليه هو اختار. نبدا دكتوره ايه، دكتوره ايه عادل كاتبه ايه يا دكتوره؟ لا هي مش هي هتقول رأيها. تفضل دكتوره ايه. سبسكريبشن علشان هي سبيشالايز الانكولوجيست. طيب طيب هو قال طب ايه رأي حضرتك في بتوع الجينيكولوجي بتوع البريست كانسر هيستفيدوا بيها ولا لا؟ هيستفيدوا. وبتوع الهيباتولوجي هيستفيدوا بيها ولا لا؟ هيستفيدوا، بس هي في الفيلد واحد اللي هي الانكولوجي يعني. ايوه بس اثرها متعدي، لان هو بيتكلم عن دراج، والدراج ده اكيد بتاع الجاينا هيستخدمه، اكيد بتاع الهيباتوسيلر هيستخدمه، والفارماكولوجي هيستخدمه، والريسيرش كانسرز هيستخدموه. تمام، ما بيتكلمش هنا عن باثولوجي معين، هو كمان بيتكلم عن دراج. في الفيلد هنا في اكتر من فيلد مشاركين. تمام تمام لسه مصممة على السبسكريبشن ولا ندخل على اللي بعديها؟ لا يبقى اوبن اكسس. يبقى اوبن اكسس، يبقى اول واحده اوبن اكسس. طيب شكرا دكتور اي. اللي بعديها بروت فوكسد ولا سبيشالايزد؟ بنفس الفكر هتكون ايه؟ بروت فوكسد. تمام ممتاز. طيب بعديها لوكال ولا انترناشونال؟ انترناشونال. انترناشنال طبعا، لانه ده موضوع بيهم الناس كلها في العالم كله. طيب لو تير بقى ولا توب تير؟ يعني هل ينشر في جورنال من الكي 1 لو تير ولا ياخد لو تو ميد تير، يعني ميدل تو لو؟ ميدل لو تو لو. ليه بقى؟ عشان هو ما يعني مش كونسبشوال. ايوه بالظبط بالظبط، هو انكريمنت. تمام برافو عليك ما شاء الله. الكونكلوجن الانسب بالنسبه لهذا الاوثر انه ياخد اوبن اكسس برود فوكس انترناشونال لو تو ميد تير جورنال. واضح الامور يا دكاتره زملاء الافاضل؟ الامور واضحه ولا لغايه هنا في اي استفسار؟ تفضل يا دكتور. نقطة، ليه اخترنا اللو او الميد تير جورنالز؟ هو حضرتك احنا قلنا هنختار توب تير لو الفاين بتاعت حضرتك دي كونسبشوال، يعني غيرت المفهوم، اكتشفت حاجة ما كانتش موجودة. انما هو اشتغل على دراج اوريدي موجود، اللي هو المين كور بتاع الفارماكولوجي اكشن بتاعه هو فارماكولوجيست. فالدواء اللي اشتغل عليه كان اوريدي موجود واوريدي بيعالج البريست كانسر، يعني ما جابش حاجه جديده، انما هو عمل انكريمنتال ادفانس. تمام. ففي الحاله دي لو رحنا التوب تير يعني هيبقى شويه صعب الاكسبتنس فيها، فالافضل له انه يروح لو تو ميد تير. تمام. ميد تير تاخدها كويس يعني. تمام. طيب ايه فوائد بقى الاوبن اكسس جورنال؟ ان هي بتبقى فولفيل فاندر اند انستيتيوشنال مانديت، انكريز الاكسسبيليتي، الداونلودز بيبقى اكتر زي ما قلنا لانها بتكون فري، بيكون في ريتين ذا كوبرايت تو يور ورك، وبتبقى كويكلي بابليشد عن السبسكريبشن جورنال، وبتبقى عليها فيور ريستريكشن في الوورد اند فيجر ليميتس. كل دي فوائد للاوبن اكسس جورنالز كريسيرشر يعني. لكن ناخد بالنا ان مش كل من بعض المشاكل اللي بتقابلنا في الاوبن اكسس ببلشنج اللي هي بنسميها البريديتوري جورنالز او الجرائد المفترسه. وللاسف ده ميستيك بيقع فيه حتى الناس اللي مش نيو في الفيلد، يعني ممكن يكون مش والاكسبرت قوي، لكن بيقع في هذا الخطأ. لأن بتلاقي جورنال بيقول لك أنا هاي إمباكت فاكتور وأنا كذا وتعال انشر عندي وأعمل رابط بابليكيشن وهاي ريت أوف أكسبتنس، فبيدي لك مغريات كتيرة تنشر فيها وتدخل على الموقع بتاعه تلاقيه موجود وناشر وكل شيء، لكن فيك.
ما هوش تراستبل جورنال، ولا هو اصلا له كيان. عشان كده لازم ناخد بالنا من حته البروداتري جورنالز دي، و هاو تو ايدنتيفاي ذا تراستسي جورنال، ازاي اختار ان انا اختار جورنال اكون واثق فيه وعارف ان هو او متاكد ان هو مش بروداتري. اعرفه ازاي؟ اول حاجه ان الريبيوتابل ببلشر ده لازم يكون معروف، الببلشر بتاع الجورنال ده يكون في السبرينجر، نيتشر، في الاسفير، واحد من البلاتفورم الكبيره. اكون عارف الاديتوريال بورد، اكيد كل واحد فينا في خصوصه عارف الناس البايونير في الفيلد بتاعه، ويقدر بسهوله يعرف الاديتوريال بورد، هل الراجل اللي هو ماسك المجال ده كاديتوريال بورد او الناس في الاديتوريال بورد ناس ليها اسماء في الفيلد بتاعه ولا ناس فيه، واندكسد فين، هل هو اندكسد في كومن داتابيز، يعني الجورنال ده موجود على الويب اوف ساينس، موجود في جوجل سكولر، موجود على سيرش جيت. لو كل ده موجود يبقى كويس. الاوثرز اللي نشروا فيه قبل كده هل انا اعرفهم ريكوجنايزد، ممكن اتواصل معهم حتى واسالهم، وان الفيز ما بينطلبش غير بعد الاكسبتنس. كل دي علامات تقول لك ان الجورنال ده تراستابل وحضرتك ممكن تنشر فيه وانت واثق لو الداتا دي بروفايدر. طيب انا نيو في الفيلد ومش عارف، يعني مش هقدر احكم على ده بسهوله، ففي بعض المواقع تراستد اللي ممكن نستعين بيها زي الموقع ده مثلا، هبعت لكم اللينك بتاعه برضو على الجروب ان شاء الله، اسمه ثينك تشيك سبميت. بتضغط حضرتك على الايقونه بتاعت التشيك دي، بيطلع لك ليست كده اوف كويشنز لازم تقراها بتمعن عن الجورنال اللي حضرتك عايز تنشر فيه، وتجاوب عليها كلها. هل انت تعرف الاديتوريال بورد ولا لا؟ هل حد من الزملاء نشر فيه قبل كده؟ هل تسمع عن هل ده بير ريفيو جورنال ولا لا؟ والمفروض ان حضرتك ما تنشرش في هذا الجورنال او تتعامل معاه الا لو كانت اجابتك كلها بيس عن الليست اوف كويشنز اللي موجوده تحت ايقونه تشيك في الموقع ده اللي هو ثينك تشيك سبميت. ده الامن يعني عشان افويد البيروديتوري جورنالز او الجرائد المفترسه اللي بتدخلنا في مشاكل، والناس تفاجئ بعد كده ان هي لسه رايحه ترقي او رايحه تقدم الاكسبتنس ليتر او كذا ويطلع ده فيك جورنال وملوش اي كيان. مهم جدا كمان ان احنا نعرف الجورنال ده اندكسد فين، ايه الانديس بتاعته، ايه هل هو موجود على الويب اوف ساينس زي ما قلنا، على السكوب بس، على البابمنت، على جوجل سكولر، والببلشر بلاتفورم بتاعته تكون معروفه زي السبرينجر نيتشر والساينس دايركت والاماكن المعروفه او الكومون اللي هي تراستد سايتس ومعروفه اسمائها بالنسبه للببلشنج. ليه ده هيفيد حضرتك كمان في ان لما انت حاجه تكون ناشر بيبر والبيبر دي تكون اندكسد في مكان معروف، ويب اوف ساينس او ريسيرش جيت او باب ميد او وات ايفر، ده هيفيدك بعد كده في السيتيشن او ان البيبر بتاعتك دي تبقى امباكتبل في الفيلد. لان انت لما بتروح تدور على بيبر او تدور على جورنال ما بتروحش على جورنال معين تدور فيه، ما بتروحش على الانترناشونال جورنال اوف ميديكال ارتس مثلا تدور فيه، ما بتروحش على الجاك تدور فيه، لا انت بتدخل على الويب اوف ساينس، بندخل على جوجل سكولر، بندخل على الباب ميد، بندخل على الانديسيز نفسها. فلو البيبر بتاعت حضرتك انت من الاول عارف ان الجورنال ده هيبقى اندكسد في المكان ده، فده هيسهل عليك بعد كده انك تكون ديسكفربل. لذلك لازم الاودينس هيدوروا عليك هنا، والريدرز هيدوروا عليك في الانديسز دي، مش هيدوروا عليك في الجورنالز. لذلك if you want to be discoverable publish in journal indexed in database your target audience will use. يعني انا عارف ان الريدرز بتوعي بيستخدموا الجوجل سكولر او الباب ميد، يبقى انا ابقى فور شور من البدايه ان البيبر بتاعتي او الجورنال هنشر فيه indexed في المواقع دي. واضح الكلام لغاية كده يا شباب دكاترة؟ حد عنده سؤال يا جماعة؟ في أي لغاية دلوقتي الأمور واضحة، لو في حاجة مش واضحة نرجع لها.
اوكي تمام. طيب موف. طيب طبعا عدد الجورنالز كل يوم بيزيد. النهارده في اكتر من 30,000 جورنال ريليتد للميديكال فيلد بس، وكل يوم الاعداد دي في ازدياد في ازدياد في ازدياد. طب انا ازاي اختار جورنال من بين ال 30,000 دول يكون مناسب بالنسبه لي، وفي نفس الوقت احاول احصل على اعلى اكسبتنس ريت ممكن في البوليسي او في الاستراتيجي بتاعتي، بحيث ان انا اكون بوفر على نفس الوقت. ففي بعض المواقع المتخصصه المفيده جدا في الموضوع ده، من اهمها الموقع بتاع الجورنال جايد. الجورنال جايد ده موقع حضرتك بتدخل عليه، هبعت لكم برضو ان شاء الله اللينك بتاعه، او هو الموجود قدام حضرتك ده، بس انا هبعت لكم اللينكات دي منفصله عشان لو حد حابب يدخل عليها على طول. الجورنال ده الجايد ده بيساعد حضرتك في انك تعمل سيليكشن للجورنال المناسب اللي المفروض حضرتك تنشر فيه. في طريقتين للبحث في هذه المواقع، اللي هي بتكون يا اما بالبيبر ماتش او سكرامبل ماتش. بيبر ماتش دي طبعا انك تحط الابستراكت كامله وتدور بيها، وده لا ينصح به لان ما تضمنش الهاكينج، وان ممكن بسهوله تتاخد الفكره او يتاخد الموضوع او كده. فالافضل ان حضرتك لما تدخل على الجايد ده تدور بالكي ووردز بتاعتك او بالتايتل، ده الافضل يعني. في الورك شوب دي انا عايز بس حضراتكم لو حد يتفضل مشكورا بشغال على رساله مثلا وحابب ينشرها وعايز يعرف ايه الانسب، يكتب لنا كده التايتل او الكي ووردز على الشات، وهندخل مع بعض دلوقتي معاه نشوف ايه انسب جورنال ممكن ازاي يستفيد بالريسيرش جايد ده في انه يعمل جورنال سيليكشن. فحد كده اتطوع مشكورا يكتب لنا الكي ووردز او التايتل بتاعه البيبر بتاعته لو حد، لو مش حابين خلاص، او حتى بيبر نشرها مش مشكله. دكتور اسلام بالحركه اوكيوبيشنال هازارد سيمنت في ماكروفيش بولاريزيشن دايابيتس. طيب ناخد بوست بارتم سيبسس، ده اسهل واحد فيهم. بوست بارتم سيبسس البوست بارتم سيبسس هو الوقت الشاشه مش لو حضرتك عملت شير للموقع ولا انا دلوقتي شايف حضرتك ايه بي. احنا شايفين السلايد الاخيره بتاعت الورك شوب. انا دلوقتي المفروض عامل شير للموقع. بالظبط حضرتك تعمل شير سكرين او شير للويب للبراوزر يعني. طيب خلينا مع بعض كده واحده واحده يا دكتور احمد بعد اذنك. مع سعادتك. بس لازم تعمل ستوب شير لده الاول يا دكتور احمد البرزنتيشن. ايوه ستوب شير للبرزنتيشن وبعد كده ريشير تاني للتاني. انا كنت داخل منهم البرزنتيشن على طول، فعشان كده كنت حابب هو الصاب لينك تقريبا ما حولش على التاني، بس هو مش هيبان على الشاشه. طب ما انا عايز اعمل شير سكرين على طول عشان ما نقعدش نعمل القصه دي كل شويه. يبقى شير سكرين. سكرين شير يا باشا ونشتغل على كده. تمام. ايوه تمام كده فهمت كده بدات توضح ال. طيب احنا حاليا ده البرزنتيشن بتاع حضرتك. قلنا هنا. ايوه ايه اللي ظاهر قدام حضرتك دلوقتي؟ حاليا ده الورك شوب 2 فري اونلاين جون. هنا على هنضغط على طول على اللينك. تمام كده. لا تمام كده الموقع تمام. طيب اوكي يبقى نكمل بقى كده احسن ان شاء الله. تمام. طيب هناخد بقى هنا هنكتب هنبدا نكتب بوست بارتون سيبسز، ده تقريبا الكي ووردز او الرننج تايتل بتاع البيبر. تمام صح كده يا دكتوره مناهل؟ نعم ده حضرتك ببلشد ولا لسه؟ لسه. طيب احنا هنبدا مع بعض في الانسب للبيبر دي ايه. تمام يا دكتوره؟
حضرتك حط هنا اهوت البوست بارتم سيبسيس هنا في المانسكريبت تايتل او التوب كي ووردز وبعدين بنعمل سيرش. تمام تمام هنشوف دلوقتي ايه اللي هيظهر لنا. هتظهر القائمه اللي قدام حضراتكم دي. اوكي يا دكتوره. تمام. طيب الدكتوره القائمه دي هتفيدنا بايه؟ اولا ده بيجيب تقريبا اول 1000 ريليتد ارتكل للموضوع بتاعك وبيعمل لهم اناليسيس. تمام وبيطلع منهم الداتا. في اي اسئله؟ لا فندم اتفضل اتفضل ايكو بس صوت عند حد زي هنا حضرتك. ده السكور اكوردنج للفايندنج اللي طلعها والاناليسيس اللي عملها للبيبرز اللي ماتشد مع حضرتك. هنا اسماء الجورنالز اللي ممكن حضرتك تنشري فيها. تمام معايا؟ تمام. اللي هي الجورنال نيم دي قائمه باسماء الجورنالز اللي ممكن حضرتك تنشر فيها البيبر دي. الماتشز دي هي عدد الريليتد ارتكلز، يعني الجورنال ده اللي هو الجورنال اوف اوبستريك اند جينيكولوجي ريسيرش نشر 11 بيبر ريليتد للموضوع ده. ممكن حضرتك برضه تدخلي وتشوفيهم وتشوفي الدنيا. وهنا هيبقى عندك القصه دي هتفيدك بحاجتين. هل هو الجورنال ده انترستد في الفيلد ده فهيعلي لك الاكسبتنس ريت، ولا البيبرز دي كانت قديمه هو خلاص بدا يشفت في السكوب بتاعه فيفضل انك تبعد عنه. يعني 11 دي سلاح ذو حدين. تمام يبقى هنا بيطلع لنا الجورنال نيم، هنا الماتشز اللي هي الريليتد ارتكلز اللي ببلشد باي ذيس جورنال، هنا الببلشر مين زي ما حضرتك شايفه كده الالسفير وحاجات ببلش كلها، كل الببلشز دي والويلي وكل دي ببلشد تراستبل لانه ما بيطلعش الفيك او الريدوتري ببلشرز. هنا الامباكت ده مش المقصود بيه الامباكت فاكتور، الامباكت فاكتور ممكن يكون اعلى من كده، ده مقصود الاس ان اي بي لان هو هنا بيشوف الامباكت بتاع الجورنال ده في السبيسيفيك فيلد بتاع الجينيكولوجي والاوبستريك. تمام مش الامباكت فاكتور بتاع الجورنال ازول. هنا بيقول لحضرتك السبيد بتاع الببلشنج قد ايه، هنا هو كاتب لك 11 اسبوع، هنا كاتب لك انون. الاوبن اكسس ولا لا، بيكتب لحضرتك برضو الاوبن اكسس ولا لا، ولو حضرتك حابه تعملي فولو بتعملي اكتيفيشن للايقونه دي بيجي لك بعد كده اي ريليتد داتا عن جورنال ده. بعد كده ممكن ندخل على الجورنال نفسه، يعني حضرتك اختاري واحد من دول لو حابه تنشري في دول كده هتختاري مين فيه؟ انا اختار nursing and health science. ده نعم. طيب هندخل على nursing and health science، هيدي لك المعلومات بتاعت الجورنال نفسه، ده اسمه الايم والسكوب بتاعه، لازم حضرتك تتاكدي ان ده ريليتد للارتكلز بتاعتك. الجنرال انفورميشن، الببلشر الويلي ده طبعا هايلي تراستبل ببلشر، الداتا بتاعته كلها، الامباكت بتاعت الجورنال ده 1.377 ده هاي امباكت بالنسبه للفيلد، يعني ده عدد مش قليل، ده مش الامباكت فاكتور. السبيد بتاعه طبعا هنا مش مكتوب نوت بروفايدد، الكوست ممكن مكتوب ولا اوبن اكسس، هو فعلا اوبن اكسس والبوليسي بتاعته ايه، الجورنال بروفايل والسيتيشن، وممكن تلاقي معلومات كتيره جدا تفيد حضرتك عن كل ما يخص وكل الاسئله اللي في ذهنك عن هذا الجورنال. وممكن كمان تدخلي هنا وتعملي كونتاكت وتسالي الجورنال مباشر على اي حاجه حضرتك عايزها. واضح واضح اليوز بتاع الجورنال جاي بنستخدمه ازاي يا دكاتره، ولا تحبوا ناخد مثال تاني؟ بس خدوا بالكم من الوقت، ناخد مثال تاني ولا نموف؟ تمام ممكن نموف دكتور محمد عشان اعتقد لسه قدامنا حاجات كتير. صح طيب نرجع للبيبرز بتاعتنا، ده الكلام اللي احنا شرحناه خلاص مش هنعيده تاني، الايه هي الداتا اللي بتطلع لنا خدناها عملي خلاص. طيب ايه بقى الكومن ميستيكس اللي احنا بنقع فيها لما نيجي نختار جورنالز وخاصه از بيجنر؟ زياد في ناس تقول لك انا تراست النيتشر، انا خلاص انا النيتشر ده ببلشر محترم وكل وده اقوى او من اقوى ان لم يكن الاقوى على الاطلاق في الببلشرز على مستوى العالم، فانا هتارجت النيتشر، انا مش هنشر الا في النيتشر، انا عامل شغل كويس ومش هنشر الا في النيتشر. هل ده ممكن يضر حضرتك ولا لا؟
حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ هل انا كباحث المفروض ان انا لما انشر، طبعا ده حاجه محترمه اي حد ينشر فيها يبقى يعني جريت جوب، هل ده ممكن يكون تارجت بيرسي في حد ذاته ولا ده ممكن يضر الباحث؟ الزملاء ممكن نشارك، تفضلوا. تفضل دكتور خالد. هي حلو ان هو ينشر في هاي امباكت فاكتور، بس برضه في اشياء يعني لازم ناخذها في الاعتبار، الريجكشن ريت. ايوه ممكن يترفض يعني مجلات زي دي. اثنين الاكسس، هل الناس كلها تعمل اكسس للارتكل والبحث بتاعي وتعمل سيتيشن للفايندينجز بتاعتي ولا لا؟ دي من الأشياء المهمة اللي أنا رأيها في اختيار الجورنال. إكسلنت دكتور خالد، أنا فعلاً يعني طبعاً فعلاً يعني ساتسفاي جداً بمشاركات حضرتك، ربنا يكرمك. إنما ده فعلاً ممكن يضر الباحث، لأن زي ما قال لنا كده دكتور خالد عايز يقول لنا إن في حاجة أخواننا اسمها ريجكشن ريت. طب أقول لك، طب ما أنا أقدمها في النيتشر واترفض، مش مشكلة. إيه المشكلة لما تترفض في النيتشر أبقى أروح لمكان تاني؟ فأنا بنقول لأ، النيتشر من اقوى الببلشر بلاتفورمز، ودلوقتي بيعملوا ستاتستكس لكل حاجه اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش، بيعملوا له احصائيات وعندهم ويلث اوف داتا عن كل اوثر بيدخل بس على نيتشر كبلاتفورم يعني. فزي ما بيحسبوا حضرتك، بيحسبوا حاجه الريجكشن ريت، يعني بيتسجل عندهم ان انت قدمت وترفضت، قدمت وترفضت، قدمت وترفضت، فانت من غير ما تشعر بتزود الريجكشن ريت عندهم. فبيجي بعد كده الإديتور، أول ما حضرتك بتقدم ريسيرش جديد بيشوف الهيستوري بتاعك. فزي ما احنا شايفين كده عندنا أوثر بي وأوثر سي. أوثر بي ده عمل سبميشن لسبعة بيبرز وكلهم ديكلاين، وأوثر سي عمل بابلشنج الواحدة بس وأكسبتد. حضرتك كإديتور، السؤال هنا والوركشوب المفروض حضرتك تجاوبوه على الشات دلوقتي، when a journal editor receives a new submission which gives give better first impression. لو حضرتك الاديتور بتاع المجله دي وبمجرد الاوثر، الاثنين اوثرز دول مقدمين عند حضرتك بيبر جديد، بيبر بحث جديد يعني، وحضرتك بتشوف الهيستوري بتاعهم لقيت الريجكشن ريت 7 وهنا الاكسبتنس ريت 1، انت حضرتك كاديتور تختار هتبقى الفيرست امبريشن بتاعك هيكون افضل لمين؟ الأسر سي ولا أسر بي؟ اكتبوا لنا كده على الشات. سي طبعا، ممتاز. فناخد بالنا ان النيتشر ما تنفعش تكون تارجت الا اذا كانت الفاينز بتاعتي ماتيور انف او افيشنت ان انا اروح بيها للمكان اللي انا هنشر فيه علشان ما ازودش ريجكشن ريت، لان ده كله بيتسجل، كل ده بيتسجل. فلما اعمل واحده وتبقى بابلش افضل من ان انا اقدم سبعه ويترفض. طيب المستيك الثاني هو بيقول لك the international journal has a higher impact factor than the regional one. Therefore, I should submit to the international journal to have a greater impact in the field. هو معروف طبعا ان ال international journal ده الهاي امباكت بتاعه عالي. فليه انا ما انشرش فيه؟ علشان يبقى فيه greater impact. هنقول له اوكي، بس لو لكن لو حاجه has relevance worldwide findings. وهنا لازم نعمل فوكس على don't confuse the journal metrics with the article metrics. يعني ايه؟ يعني ما نخلطش ما بين الفايندنج اللي انا مطلعها والريزلتس والمتريكس بتاعت الجورنال. طب نوضح ده بالمثال اللي جاي ده. عندنا هنا اوثر دي، ده assistant professor of environmental toxicology، شغال مثلا في الايجيبشن انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي. عملوا بحث، هي الاوثر ده والكووركرز بيقول ان الهيفي ميتال سويل كونتامينيشن ان ذا ميتا ليدز تو انكريز ريسك اوف كوجنيتيف امبيرمنت ان ايجيبشن تشيلدرن. نفكر كده في العنوان لثواني. بالنسبه للزملاء اللي من ايجيبشن، داميتا دي اسم محافظه في دمياط، اسم محافظه في مصر يعني، مقاطعه كده او اقليم من محافظات ايجيبت
اسمها داميتا. فهم اشتغلوا على الهيفي ميتال سويل كونتامينيشن في هذه المحافظه اللي هي داميتا، واكتشفوا اكتشاف مهم جدا ان هو ليز تو انكريز ذا ريسك اوف كوجنيتيف امبيرمنت ان ايجيبشن تشيلدرن. طيب لو احنا طبقنا الكريتيريا اللي احنا خدناها لما حكمنا على اوثر A اللي كان بتاع الدراجز بتاع البريست والهيباتوسيلولار، واتفقنا وعرفنا ازاي نختاره، الفايندنج اللي قدام حضراتكم دي او من التايتل ده، المفروض الباحث او الباحثة ده يروحوا فين؟ انا اقول لكم هو عمل ايه وحضراتكم تقولوا لي ده المفروض يبقى accepted ولا rejected. نفكر بعض تاني بالfinding heavy metal soil contamination in the meter leads to increased risk of cognitive impairment in Egyptian children. يعني لو الناس مثلا الزملاء اللي من السعودية، لو احنا اشتغلنا على حاجة في جدة مثلا، لقوا البحث ده في جدة فأثر على الأطفال بتوع السعودية، أو في السودان اشتغل على الخرطوم فقال إنه هو بيأثر على سودانيز تشيلدرين. فراح الأسر اختار انترناشنال جورنال اسمه Extoxic and Environmental Safety، ده انترناشنال جورنال، والإمباكت فاكتور بتاعه 2.48%، يعني إمباكت فاكتور معقول، قد يكون من التوب تيرز في الفيلد ده ممكن. فايه راي حضراتكم في الاختيار ده، موافقين ولا غير موافقين وليه؟ لا المفروض كان يعمل في لوكال جيم يعني خاص محافظة دمياط. تمام. طيب مين بيتكلم عشان الاسم مش واضح؟ دكتور ابراهيم عبد العاطي. عبد العاطي اتفضل. دكتور ابراهيم اتفضل. دكتور ابراهيم سامعين حضرتك يا فندم. أنميوت دكتور إبراهيم، أنميوت يور فويس. تمام. هو كان المفروض ينشر في لوكال جورنال لأن البحث خاص بمحافظة دمياط في مصر يعني. شكرا دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم بيقول إن أنا لو الإديتور بتاع المجلة دي ما رجيكش البحث ده. حد له رأي مختلف عن دكتور إبراهيم؟ في بعض الكومنتس ممكن كده حد يفتح، ممكن يا جماعه يشارك فويس او على الشات حتى. مش على الشات. دكتور هو البحث اتعمل في اكتر من دوله يعني؟ حضرتك قلت عمل في محافظه واحده في محافظه دمياط، محافظه من محافظات مصر. حضرتك مع الدكتور ابراهيم ولا هتعملي اكسبتنس لو حضرتك الاديتور؟ لا مع الدكتور ابراهيم. طيب هو فعلا البحث ده ريجكتد من المجلة دي، وكان ده رد دي ريال كيس، وكان ده رد الأوثر طبعا مش دمياط يعني، هو كان معمول في بلد تاني، لكن كان بيقول له احنا بنشكر حضرتك على الفايندنج المهمة دي important scientific merit in Egypt. I don't think it will be appropriate for our worldwide readership. I encourage you to consider a regional journal such as كذا، وممكن نرشح له اللي هو مثلا يروح انترنال ناشونال جورنال في ميديكال ارتس بتاع دمياط او هكذا. فهنا يقول لك ان احنا الفايندز والريليفنس والنوفيلتي مهمه جدا في اختيار الجورنال، ما ينفعش ان احنا نتارجت الانترناشونال. ايه اللي هيهم الانترناشونال ريدرز في الكونتامينيشن اللي حصل في دمياط؟ لو اتنشرت حتى بروفايد يعني مع فرض انها اكسبتد مش هيحصلها سيتيشن كتير، انما لما حضرتك يكون الريدرز بتوعك هم الناس المهتمين بالفيلد ده في لوكال اريا هيكون السيتيشن اعلى. السيتيشن يعني ايه؟ يعني ايه سيتيشن؟ الزملاء بتوع الكورس الكانديديت يعني ايه سيتيشن؟ يعني ايه سيتيشن اللي فاتت؟ دكتورة عبير بتقول إنها مرت بتجربة مشابهة. عن اقتباس. يعني ايه اقتباس بقى؟ يعني حد يعتبرك ريفرنس ليه ويا مسائل كريفرنس في الرسالة بتاعته أو في الحاجة بتاعته. تمام. اقتباس يعني ده إن حضرتك نشرت بيبر معينة في الفيلد بتاع حضرتك، وأنا بعد كده استشهدت أو خدت منها استشهاد
في البيبر بتاعتي، انا جيت بعد حضرتك فاخدت منها اقتباس معين، وفي الحاله دي لازم احط حضرتك في الريفرنسز بتاعتي فتتحسب لحضرتك سايتيشن، فده المقصود بكلمه سايتيشن عشان هتمر بس علينا بعد كده اكتر من مره. فكنت يعني ايه حابب ان الناس كلها تكون فاهمه يعني ايه سايتيشن عشان هنقولها بعد كده ونمر عليها عادي يعني. انا عارف طبعا ان في اساتذه كتير موجودين وشكرتهم في البدايه وقلت ان وجودهم اثراء، لكن اسمحوا لي في تبسيط الشرح على القدر، لان التارجت اودينس بتاعنا بادئين ده بيزك ليفل يعني. بنشكركم طبعا للمره المليون على مشاركاتكم اللي فعلا كانت اثراء للقاء، لكن ان شاء الله في الوسط كده هنقول بعض التيبس اند تريكس على الادفانسد ليفل، لكن المين كور بتاعنا الايه البيزك ليفل ان شاء الله. فده هيعلي السيتيشن لحضرتك في اللوكال اريا، والسيتيشن ما بتتحسبش انترناشونال ولا لوكال، سيتيشن مش تفرق معاك او في البدايه، لان انت يهمك انك تبقى سايتابل وان الامباكت بتاع حضرتك يزيد في الفيلد. من ضمن المستيكس، يور امباكت ان ذا فيلد ديبند اون هاو ويل يو ريتش يور تارجت اودينس، انت بتوصل ازاي للتارجت اودينس. فلذلك لو التارجتس بتوعك اللي هيهتموا بالموضوع ده زي ما قلنا من شويه هم الناس بتوع دمياط، يبقى هو المفروض انك تتارجت الناس دي. في الحاله دي لازم تروح للريجنال ريسيرشرز، لازم تروح للريجنال جورنال، هم دول الجورنال بتوع ريدرز، دول هم اللي هيعلوا لك سيتيشن وهيحملوا لك استشهادات اكتر، فالسيتيشن بتاعك والامباكت بتاعك يزيد اكتر. غير لما تروح للانترناشونال ريدر مش مهتمين بالموضوع اللي حضرتك اشتغلت فيه رغم اهميته ورغم الفاينلز المهمه اللي حضرتك طلعتها. زي ما قلنا انترناشونال اند بروت فوكس جورنال اوفن هاف هاير امباكت ذان ريجنال سبيشالايزد جورنال، لكن زي ما قلنا بعد كده but they may not be appropriate for regional and specialized finding. انت طلعت finding specialized او طلعت finding regional، يبقى الافضل ان لحضرتك وللريسيرش بتاعك وعشان تكون more impactable الافضل انك تختار local journal. مش كل اللوكال، مش كل الاختيارات اللوكال سيئه، لا، قد يكون اختيار اللوكال journal هو more beneficial للريسيرش بتاع حضرتك ويخليك more impactable، لان بي هتعمل هتارجت الاودينس او الريدرز بتوع حضرتك. هنتكلم عن نقطه مهمه بعد كده اللي هي السليكشن باي امباكت فاكتور ومدى الفاليديتي بتاعه الامباكت فاكتور. احنا بس ناس مصحصحين معانا، احنا فاضل لنا يعني امباكت فاكتور وحاجات بسيطه في السيشن الاولانيه، نكملها ولا نعمل ريفريشمنت 10 دقائق ونرجع تاني؟ الزملاء لو حابين، انا يعني اعتقد احنا ممكن نكمل الاول لسه شويه مستر محمد. طيب نكمل بس السيشن الاولانيه وبعد كده بحيث يبقى الفكره مترتبه بس. طيب اوكي ده افضل. طيب الامباكت فاكتور من ضمن الحاجات المهمة جدا لكل باحث ان يكون عارفها ويكون عارف ما له وما عليه، لان دي من الديبيتابل ارياز ومن الحاجات اللي الناس بتتعامل معاها بمنظر مش مظبوط قوي يعني، وخاصة الايرلي كارير ريسيرشرز. امباكت فاكتور يعني معامل التأثير بتاع الجورنال معين، وده كان اول حد اتكلم عنه دكتور ايجين جارفيلد، وده كان عامله علشان بس to help librarians choose journals، يعني كان بيساعد الناس في المكتبات انهم يصنفوا الجرايد المهم مش من المهم. فاول رول اتحط، اول ماثيماتيك رول اتحط يعني للامباكت فاكتور كان هو بيحسب just the average بتاع citation بتاع البيبرز، وكان عباره عن ان احنا بنحسب الاول citations اللي اتعملت للجورنال ده from day one من يوم ما اتعمل، لو احنا بنحسب لسنة مثلا 2020 بنحسب كل السيتيشن اللي اتعملت للجورنال ده من يوم ما اتعمل لغاية نهاية 2020، وبنحسب كل البيبرز اللي اتعملت للجورنال ده من day one لغاية نهاية 2020. يبقى احنا بنحسب كل السيتيشنز اللي اتعملت من اول يوم للجورنال لغاية نهاية 2020، وبنحسب كل البيبرز اللي ببلشد في الجورنال من اول يوم لغايه نهايه 2020،
وبنقسمهم على بعض بيطلع لنا رقم، وكل الرقم ده مكان عالي، كل الجورنال ده مكان باورفول. دي كانت البداية بتاعت فكرة الامباكت فاكتور. بعد كده الناس اعترضت، قالت لك طب انت كده بتجيب لي الجورنال من اول ما اتعمل لغايه النهارده، ما ممكن يكون الجورنال ده كان قوي في فتره من الفترات لكن دلوقتي مش باورفول زي زمان. فقال لك خلاص احنا نعمله للجيفن يير، يعني نحسب السيتيشن بتاعت سنه معينه. مثلا لو احنا عايزين نحسب ل 2020 ناخد السيتيشن بتاعت كل الايتيمز اللي اتعملت في 2020 بس، ونحسبها على عدد البيبرز اللي اتنشرت في الجورنال ده من اول يوم لي لغايه نهايه 2020. يبقى تتحسب من اول، في لو هحسب 2020 ناخد السيتيشنز بس في 2020 واقسمها على كل البيبرز من دي 1 لغايه نهايه 2020. كان مور سبيسيفيك شويه، لكن برضو قال لك طب ما انت ممكن تكون ناشر حاجه قديمه من 3 4 5 سنين وستيل البيبر اللي اتنشرت دي من 5 سنين ستيل هايلي سايتد وبيحصل لها سيتيشن كتيره جدا وتاثر على باقي الجورنالز، فاحنا كده برضو مش الاكيرسي المطلوبه. فقال خلاص احنا نعملها ل سبيسيفيك لجيفن ييرز معينه، هناخد اللاست 2 ييرز وهنحسب السيتيشن اللي اتعملت او الاستشهادات اللي اتعملت ل كل الايتيمز اللي ببلشت في 2020، تمام، السيتيشنز اللي اتعملت في 2020 للبيبرز اللي اتنشرت في 2018 و2019. تاني لو انا عايز احسب الافريج بتاع السيتيشن للجورنال معين في 2020 او الامباكت فاكتور بتاعه، هاخد السيتيشنز اللي اتعملت في سنة 2020 دي للبيبرز اللي اتنشرت في 18 و19 وأقسمها على كل البيبرز اللي اتنشرت برضو عددهم يعني في 2018 و2019. ده كان أقرب ما يكون للإمباكت فاكتور اللي موجود حاليا. مر بس بمرحلة تطوير واحدة بعد كده اللي هو قال لك انا بدل ما احط كل البيبرز تحت هحط بس السيتابل ايتيمز اللي هي الايه الارتكلز والريفيوز، وبالتالي اصبح الامباكت فاكتور اللي احنا عارفينه النهارده ان انا لو عايز احسب مثلا بالفورمولا دي لسنه 2020 عايز احسب الامباكت فاكتور، باخد كل السيتيشنز اللي حصلت في 2020 للايتيمز اللي ببلشد في كل الايتيمز اللي ببلشد في 2018 و2019. الايتيمز دي ممكن تشمل الريفيوز، الارتكلز، الايديتوريال ريفيوز، اي حاجه. كل الايتيمز اللي اتعمل لها سيتيشن في 2020 هحطها هنا في البسط، في المقام هحط بس السيتابل او الارتكلز والريفيوز بس، ما احطش معاها ايديتوريال ريفيوز. واطلع الرقم اللي هيطلع لي هنا هيكون هو ده الامباكت فاكتور اللي احنا شغالين بيه دلوقتي. يعني لو انا عندي 150 سيتيشن اتعملوا لكل الارتكلز اللي اتنشرت في 2018 و19 بما فيها ايديتوريال او ريفيو او اوريجينال ارتكلز 150، تمام، وعدد السيتابل ايتيمز كان 75، يبقى انا هقسم ال 150 على 75 يبقى الامباكت فاكتور بتاع الجورنال ده 2. هل واضح الامباكت فاكتور عشان هناخد عليه ورك شوب دلوقتي، ولا في حد مش واضح مش فاهم؟ نعيده تاني، نعيد الفورمولا الاخيره دي تاني، ولا واضح الامباكت فاكتور يعني ايه؟ يا ريت الناس تشارك كده على الشات، لو واضح نكتب واضح عشان نموف اون، لو مش واضح نعيد السلايد الاخيره دي تاني. معلش ممكن تعيدها تاني يا دكتور؟ طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجه اسمها الامباكت فاكتور، تمام؟ الامباكت فاكتور اللي هو معامل تاثير الجورنال اللي بيه بقارن الباورفول بتاع السيتيشن بتاع الجورنالز، تمام؟ فبحسبه ازاي؟ باخد النمبر اوف سيتيشنز يعني الاستشهادات اللي حصلت في سنه 2020
للايتمز اللي اتنشرت في 2018 و2019. يعني الجورنال ده شغال، عشان كده لو انا عايز احسب جورنال امباكت فاكتور لازم يكون شغال بقاله سنتين ودي الثالثه يعني. فانا لو عايز احسب امباكت فاكتور للجورنال عايز اشوف الامباكت فاكتور بتاعه في سنه 2020، اشوفه حصل كام استشهاد في سنه 2020 للحاجات اللي اتنشرت في 2018 و2019، السيتيشن اللي حصلت في 2020 بس، للببلشد بيبر في 2018 و19 بس برضو في السنتين دول. ده في البسط. في المقام بحط الارتكلز بس والريفيوز اللي ببلشد في 2018 و19 كرقم، اشوف كام نشر كام ارتكل ونشر كام ريفيو في 2018 و2019 احطهم في المقام. في المثال اللي عندنا ده كان حصل سيتيشن في 2020 150 مره للحاجات اللي اتنشرت في 2018 و2019 اللي كان عددها كريفيوز وارتكلز بس 75. فبالحاله دي بقسم عدد السيتيشن اللي اتعمل في 2020 على عدد الارتكلز اللي اتنشرت في 18 19 بيطلع لي الرقم ده. واضح؟ واضح. دكتور محمد دكتورة عبير بتقول يعني هو اقرب لمتوسط درجه الاستشهاد بالمقاسات في المقالات المنشوره في نفس المجال. ممكن دكتور عبير بس اتفضل يا دكتور احمد لو حضرتك عايز تضيف حاجه اتفضل. لا يا فندم لا، انا بس بقول لو دكتور عبير عندها عايزه تقول حاجه او تضيف حاجه تتفضل. هو كلامها مظبوط بس محتاجه بقى تربط ده بالتايم. يعني لو حضرتك بتحسبي ده ل 2020 يبقى انت هتشتغلي على البيبرز اللي اتنشرت في 18 و19. اوكي طيب حد يا جماعة النقطة دي خلاص يعني كلاريفايد للجميع ولا نعدي؟ لو حد عنده في مشكلة فيها نقولها تاني، لو ما فيش نعدي اللي بعدها. دكتورة مناهل عندها سؤال، تفضل دكتورة مناهل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب لما هو جسم عادية ليش يكون عنده حدود؟ يعني مثلا أنا أحصل 7 5 6 ليش ما يكون مفتوح يعني الرقم؟ ما هو مفتوح يعني ايه حضرتك؟ ممكن تسال سؤال تاني عشان يعني اتفضل دكتور اتفضل. يعني مثلا بيجي رقم صغير ليش ما يجي رقم كبير جدا؟ يعني يكون رقم اي رقم يعني هو عنده حدود. زي كام يعني اكبر رقم حضرتك سمعتيه في الامبكت فاكتور كان كام؟ اكثر رقم صراحه 9. لا هو في 75 ناتشرال 75 في اكتر من كده بكتير يا دكتوره. هو بيتوقف ما عندوش طب اقل شيء اكسبتابل؟ لا ما فيش لا مينيمم ولا ماكسيمم. هو الرقم اللي بيطلع اكوردنج للستيشن اللي اتعملت والبيبر اللي اتنشرت. اوكي تمام دكتوره تيسير. يعني الفرق بين المعادلتين هو المقام في المعادلتين. المعادله دي واللي قبلها حضرتك تقصدي؟ مظبوط. لو تقصدي حضرتك المقارنه بين المعادله دي واللي قبلها هو فعلا المقام، بس هناك كان حاطط كل شيء وهنا حطينا بس الارتكلز والريفيوز بس وشلنا الايديتوريال. حضرتك هو ده سؤالك يا دكتوره تيسير؟ دكتوره تيسير اتفضلي. طيب لو في حاجه ممكن حاجه يعني تدخلي معانا. دكتور خالد اتفضل. دكتور خالد دكتور خالد السلام عليكم. بس انا عندي لحظه بس زي ما قال الدكتور يعني في عندي مثلا الكانسر جورنال اوف كانسر في كلينيشن الامباكت فاكتور بتاعه 292 فالرقم مفتوح يعني حسب السيتيشن تتقسم على زي ما قال الدكتور في الفورمولا واضح جدا يعني ما فيش رقم محدد جدا. فشكرا جزيلا. عفوا دكتور شكرا جزيلا. دكتوره ايات اتفضلي. دكتوره ايات يونس يعني يا دكتور انا بقصد في المساله فيها اجحاف اذا كانت غير محدوده، بمعنى اذا كان البسط كبير يعني مثلا عدد السيتيشن كثير او قليل مقارنه بالببليكيشن فبيكون في مشكله بيقلل الامباكت فاكتور. مكتوب كده. وشكرا.
تمام دكتورة هنا. دكتورة آيات أنا هعيد اللي حضرتك قلتيه وحضرتك تقولي لي إذا كنت أنا فاهم كده صح ولا غلط. تمام وحضرتك بتقولي إن ممكن يكون الرقم في البسط كبير أو والرقم في المقام قليل فهيطلع امباكت فاكتور عالي والجورنال تكين رغم إن هو ما نشوفش غير أعداد بسيطة إلا إن الامباكت فاكتور بتاعه عالي. ده اللي حضرتك عايزة تقوليه ولا أنا فاهم كده؟ نعم نعم بقول هذا المقياس المعيار إذا كان كده غير دقيق في وجهة نظري والله وأنتوا أهل الفضل والامتنان. هو طبعا كلام حضرتك مظبوط وشكرا طبعا على الفهم الراقي لموضوع الستاتستكس وده من عيوب الامباكت فاكتور اللي هنوضحها بعد شوية. بس خلينا نتفق الأول على طريقة حسابه وبعد كده هنتكلم شوية عن ما له وما عليه. دكتورة طريقة الحساب الآن واضحة ولا في مشكلة في طريقة الحساب؟ عندنا سؤال لدكتورة آيات. دكتور حمد. دكتورة آيات اتفضلي. السلام عليكم، جزاك الله خير على الفرصة. اتفضلي. معلش بس عايز أفهم هو الإمباكت فاكتور ده مش أنا عشان أعرف به هل جورنال دي يعني هي كويسة ولا لا، مش هو معيار عشان أنا أقيس به مدى يعني جودة الجورنال نفسها. فكيف هو حيكون مفتوح ساكت وأنا حقدر أعرف إذا كان هو حيقيس لي الجورنال دي ممتازة ولا لا؟ إذا كان هو رقم مفتوح ما عنده مقياس ما عنده رينج محدد مفروض يكون فيه. طيب شكرا يا دكتورة آية على السؤال. حد سؤال مهم طبعا، حد من الزملاء حابب يجاوب على سؤال الدكتورة آية؟ أنا عارف إن فيه طبعا دكتور خالد اتفضل. دكتور خالد حبيبي أسد زيدنا الموبايل طبعا كنت عايز أسمع حد مع الدكتور خالد. هنسمع الدكتور خالد طبعا بس دكتور خالد والله رفع بالنسبة للإمباكت فاكتور طبعا الفورمولا فيه هيئات أخرى لها فورمولا أخرى في بالنسبة لحساب الإمباكت فاكتور، بس طبعا هذا هو المعتمد والأكثر استعمالا وهي قاعدة معروفة عالميا يعني ما فيها أي ظن. يعني يعني هاتي أي جورنال وحط الـ number of citation وحط الارتكز اللي منشورة قبل سنتين يطلع لك على طول عندك فاكتور، قاعدة مستعملة لكل الجورنال. طبعا الدكتورة بتقول لازم يكون محدود، لا بالعكس، هو لما يكون مفتوح معناها الامباكت فاكتور حقي أكثر، معناها الجورنال هذه استشهاد فيها أعلى، معناها انه تاثير الارتكلز المنشوره في الجورنال هذا على مستوى العالم على مستوى الريسيرشر جلوبالي. فبالعكس كل ما كان الامباكت فاكتور اعلى، يعني انا لما الاقي الامباكت فاكتور عندي اليوم السنه هذه كان واحد، السنه الثانيه كان ثلاثه، بالعكس معناها الامباكت فاكتور الجورنال هذه بيتحسن وبيزيد وكل ما ارتفع اكثر كل ما كان افضل. فهذه بالنسبة للإجابة على السؤال. شكرا دكتور خالد. دكتورة هناخد آخر مداخلة بعد إذن حضرتك دكتور محمد، آخر مداخلة على سن دكتورة آية. ببساطة دكتورة آية حضرتك بدل ما فيش ليميت الـ way of comparison هنا إن حضرتك تقارني الرقم الأكبر بالرقم الأقل. يعني أنت حضرتك محتارة مثلا ما بين ثلاثة جورنالز، تمام؟ يبقى الأفضل فيهم لو هنعتمد الإمباكت فاكتور كمعيار للأفضلية اللي رقمه أعلى أحسن من اللي رقمه أقل. وضحت؟ وضحت دكتورة آيات؟ طيب ممكن يكون في مشكلة في المايك ولا حاجة دكتورة؟ عندها ديلي شوية. دكتورة سلمى؟ جزاك الله خير. وياكم دكتورة. طيب دكتورة سلمى، دكتورة سلمى آخر سؤال دكتور محمد. عندي سؤال بما إنه نسبة معناه صفر. ما سمعتش حاجة من اللي قالته دكتورة آيات. كان في إكسبلانيشن تاني؟ لا لا لا، قالت جزاكم الله خير. تمام. طيب. دكتورة سلمى آخر بس مداخلة. دكتورة سلمى عندي سؤال بما إنه نسبة معناه سوف يتأثر بعدد الباحثين في المجال والاختلاف في النشر من مجال امباكت لمجال يؤثر عليه، لو دكتورة سلمى حابه تشارك تفضل.
هو طبعا دكتورة سلمى كلامها كلام رائع valid جدا، وده من نقاط الضعف في الامباكت فاكتور انا اتكلم فيها قبل كده. بس معلش خلينا استاذن الزملاء نبقى ليميتد دلوقتي للايكويشن اللي قدامنا دي. هل الايكويشن واضحه ولا غير واضحه؟ في سؤال خاص بالايكويشن؟ طيب هناخد الورك شوب دي، الزملاء بقى اللي هم معانا في الكورس او اي حد حابب يشارك، ده جورنال ببلشد الحاجات اللي قدام حضراتكم دي، هناخد دقيقه كده نفكر فيها، والمفروض من حضراتكم تحسبوا لي الامباكت فاكتور، وكل واحد يحسب الامباكت فاكتور يكتبه على الشات بعد اذن حضراتكم. تسهيلا هحط لحضراتكم المعادله اهي، فحضراتكم خدوا بس من فوق عوضوا تحت واكتبوا لنا الرقم اللي تطلعوه على الشات. لسه ما حدش كتب. دكتورة آية جاوب الدكتور محمد. دكتورة آية بتقول واحد. دكتورة آية عادل واحد. تمام. باقي الزملاء هنقرا المثال مع بعض. استاذ حضرتك دكتور محمد، ال هم 150 اديتور، 930 بيبر، 70 ريفيوز من سنه 2019 2018. سنه 2020 اديتوريال جيند الاديتورز نفسهم خدوا 250 سايتيشن، البيبرز جيند 4000 سايتيشن، والريفيوز جيند 5250. ايه الامباكت فاكتور بتاعنا؟ ناخد بالنا من الاديتوريال والنون اديتوريال. فيها دكتورة هويدة بتقول 15%. طيب دكتورة آية بتقول 8. دكتور محمد بيقول 8.2. أنا شايف في فاريابيلتي عنيفة صراحة في الإجابات. الأعداد اللي لسه شوية عايزين ناس أكثر تشارك. المعادلة قدام حضراتكم أهي. طيب هو هنا بيقول ان هو الببلشد ده اللي المفروض هيتحط في المقال، تمام؟ هو ببلشد 150 اديتوريال و70 ريفيوز و930 ارتكل، تمام؟ السيتيشن هي اللي بتتحط في الباسكت، عنده 250 للاديتوريال و400 4000 للارتكلز و5250 للريفيوز. فنحسبها كده مع بعض ونقول كل بيت الحاجات فيه. الدكتور خالد بيقول دكتور خالد بيقول 4 تقريبا. دكتورة آية 8. دكتور محمد 8.2 زي ما قلنا. بعد كده دكتور أحمد عامر 8.2. دكتورة غادة 9.5. احنا يا باشا احنا عندنا يعني اختيارات كتير. طيب نحلها بقى مع بعض. هنحط هنا مع بعض، احنا قلنا السيتيشنز بتتحط فوق، احنا عندنا السيتيشن 250 و 4000 و 5250، وقلنا الببلش بتتحط تحت،
حضراتكم موافقين على هذا الرقم؟ موافقين على التعويض ده؟ اللي حسبها كده، اللي حسبها بالطريقة دي هيطلع 8.2. الناس اللي طلعت 8.2 دي زي الدكتورة، زي الدكتور أحمد عامر، حسب بالشكل ده، صح يا دكتور أحمد؟ دكتور أحمد عامر، أحمد عامر حسب. ها؟ أيوة تمام. طيب حضرتك يا باشا حسبتها بالشكل ده، فحضرتك عوضت كل السيتيشنز فوق وكل الببلشنج تحت، بس للاسف الرقم ده مش مظبوط، لان احنا قلنا ان الايديتوريال اللي بيتحط تحت بس ريفيو والارتكلز، فبالتالي هيكون التعويض المظبوط ان احنا نحط كل السيتيشن فوق وفي المقام نحط بس الريفيورز والارتكلز، فبالتالي الرقم ده هيطلع غلط وهيكون الرقم المظبوط 9.5 زي الدكتوره غاده ما هي حاسباه. شكرا دكتوره غاده، وشكرا لكل الناس اللي شاركت. طبعا وضحت ازاي دكتوره غاده والدكتوره ايمان عيسى؟ كل الناس حاسبه، في ناس كتير حاسبه صح. طيب نشكركم للمشاركه. طيب الامباكت فاكتور زي ما قلنا هو confident measure of the average citation rate, quick assessment of journals زي الدكتور خالد موضح، وايزي جايد تو سيلكت الجورنال زي ما قلنا، بس هتقارن الرقم ده بالرقم ده يبقى الجورنال ده اعلى في السيتيشن من الجورنال اللي بعديه. دي الميزات المحدوده للامباكت فاكتور كمعامل للحكم على الجورنال. لكن ناخد بالنا ان في ناس كتير بتشوف الامباكت فاكتور ريلايب. دكتوره ايمان عايزه تقول حاجه، اتفضلي يا دكتوره. وانا كنت بسال بس يا دكتور محمد، هو المفروض ان احنا بنشوف الامباكت فاكتور ده في كل جورنال بنفتحه، ولا هو في مثلا حاجه بتنزل سنويه بتغيير الامباكت فاكتور بتاع المجلات كلها، ولا احنا اللي بنبحث عنه، ولا ايه؟ حسب حضرتك، في مواقع كتير بتحسبه وبينزل سنويا، والمفروض ان في كل جورنال بيبقى كاتب الامباكت فاكتور بتاعه. طبعا حضرتك عشان تبقي مور تراستبل بترجعي للتراستبل داتابيز زي النيتشر او كده، تشوفي فيها الامباكت، اللاست امباكت فاكتور بتاع الجورنال ده، لان الامباكت فاكتور ده فاريبل، ممكن يزيد ممكن يقل اكوردنج للسيتيشن والنمبر اوف بيبرز زي ما حضراتكم وضحتوا من شويه. تمام يا دكتور، ماشي دكتور. ايه اتفضلي، معلش هنعمل داون هاند للناس اللي تخلص. دكتوره ايه اتفضلي. طيب ايه بقى عيوب الريسك فاكتور؟ الامباكت فاكتور ده عامل زي الفاست فود كده، زي ما حضراتكم ما كنتوش مرتاحين له قوي من التعليقات اللي قلتوها، وده يعني يقول ان الناس يعني عندها عمق في التفكير، ان هو ستاتيكال فلوت زي ما الدكتوره قالت من شويه، بيحسب بس الافريج وده مش ريلايبل قوي، ممكن العدد الكبير في السيتيشن ممكن بيبر واحده. كنت لسه بتناقش مع الدكتور احمد يوسف في الموضوع ده امبارح، ان ممكن انا كنت بس بقرا الشات دكتورنا. طيب هو دكتور محمود معانا؟ دكتور احمد محمود لا يا فندم، لا لا يا فندم، انا سالي الاكونت بتاعه معلش. طيب يعني ممكن زي ما حضراتكم قلتوا من شويه، ان ممكن تكون بيبر واحده عامله سيتيشن جامد جدا واخده 2000 سيتيشن، فده هياثر على الامباكت فاكتور، وبقيه البيبرز كلها واخده 1 و2 و3، فده مش اكيوريت قوي. تاني حاجه ان هو بيف بيحسب بس 2 ايرز ويندو، زي ما قالت الدكتوره من شويه برضو، كان من اجمل التعليقات يعني اللي انا شفتها، انه فيلد ديبندنت، ممكن يكون الفيلد ده السيتيشن فيه عالي وليميتد على حاجات معينه، وبيحصل سيتيشن للبيبرز بشكل كبير، فهيبقى فيلد ديبندنت. يعني ايه فيلد ديبندنت؟ يعني ما احنا مثلا زي الدكتور ما قال دكتور خالد من شويه، في فيلد زي الكانسر والحاجات دي عنده امباكت فاكتور 295، يعني معنى ان لو في امباكت فاكتور 100 ممكن ما يكونش من الكي 1 او مش من التوب تيرز جورنال في الفيلد ده. حاجه زي الاطفال مثلا امباكت فاكتور 5 أو 6، ده معناه ان ال ده من الكيو 1 جورنالز، فهي فيلد ديبندنت زي ما حضراتكم قلتوا من شويه، ما شاء الله عليكم يعني.
في دكتورة آية بتقول إن الصوت فصل، هل عند الكل ولا الصوت شغال؟ الصوت مسموع يا دكتور أحمد؟ آه يا فندم، آه مسموع كويس جدا من الأول للآخر الآن يعني. تمام، يبقى هتشيك بقى ممكن دكتورة دكتورة آية لو حابة في جزء ترجع ليه، هو كده كده احنا في ستريم على اليوتيوب، ممكن أبعت لحضرتك بس نتصل على الواتساب أو حاجة. أبعت لحضرتك أوكي. الإمباكت فاكتور برضه حابة ترجع لي. الكواليتي بتاعت الجورنال مش بتاعت الارتكل، وما بيحسبش السيلف سيتيشن. السيلف سيتيشن يعني واحد يعمل بيبر ويقعد يستشهد بيها لنفسه فيزود الامباكت فاكتور، فما بيحسبش السيلف سيتيشن الامباكت فاكتور. وان كان دلوقتي مع الادفانسمنت في الاناليسز اللي محطوط في السترونج داتا بيز زي الببلش زي النيتشر بتحسب السيلف سيتيشن وبتعرف كل باحث الفاكتور الامباكت بتاعه هل بيعمل سيلف سيتيشن لنفسه ولا لا. سيلف سيتيشن يعني انا انشر بيبر وارجع انا اخد منها استشهاد عشان ازود السيتيشن بتاعي، وده طبعا مسموح لكن في اضيق الحدود ولما يكون ضروري. لو مش ضروري يبقى الافويدنس احسن عشان ما يتحسبش لو حضرتك سيلف سيتيشن. العيب الاخير او النقطه الاخيره التريك الاخيره اللي في الامباكت فاكتور ان بعض الارتكلز المهمه جدا اللي معموله مثلا باللغه اليابانيه او الالمانيه او تيفر مش بالانجلش لانجوج بيكون السيتيشن بتاعها قليل رغم ان هي هاي كواليتي ريسيرش. نرجع نفكر نفسنا ان التارجت بتاعنا ان احنا نوت ببلش ان ذا جورنال ويز ذا بيست امباكت فاكتور بات ببلش ان ذا جورنال ذات انكريز يور امباكت. شوف ايه اللي هيناسب حضرتك والليدرز بتوعك. اخر حاجه هنتكلم عنها في السيشن الاولانيه ان واحد هيقول لك انا الشغل بتاعي كويس وتراستد فيه وانا عامل نوفاليتي كويسه والريفلز بتاعي عالي، فانا مش محتاج غير اول جريده هنشر فيها هبقى اكسبتد. فانا عايز اقول له ده صعب جدا يعني، ريجكشن ريت عالي جدا بيوصل تقريبا في معظم الجرايد من 50-70% ريجكشن ريت. فيفضل عشان ما تضيعش وقت حضرتك انك تعمل افيشنت استراتيجي وان يكون في باك اب جورنالز. يعني ايه؟ يعني يكون عند حضرتك تختار على الاقل 3 جورنالز تحطهم كده ترتبهم حسب الاولويه من الجايد اللي احنا طلعناه من شويه، تختارهم فيرست وان سكند وتشوف الجايد لاينز بتاعتها وترتبها بالطريقه اللي هنقولها دلوقتي في الورك شوب دي علشان ما تضيعش وقت. ولو ريجكتد من واحد يبقى انت البيبر بتاعتك على طول جاهزه تباص للسكند جورنال بعد ما تحقق او بعد ما تراجع الريفيوز اللي جات لك من الجورنال الاولاني وتعدل. فاحنا هنختار 3 جورنال، جورنال 1 جورنال 2 جورنال 2، انا هرتبهم على حسب ما انا عايز انشر فيه. انا شايف ده احسن من ده احسن من ده، يبقى هبدا بالاحسن والانسب بالنسبه لي واحط المانسكريبت بتاعتي او البيبر قدامي وراجع الجايد لاينز بتاعت الجورنال. الجايد لاينز دي بتقول لي ان لازم ان في ابستراكت وورد ليميت وفي فيجر ليميت وفي الديزاين او الاستراكشر بتاع الايه البيبر بتاع كل جورنال من دول. وبص على الثلاثه كده واعمل السكيما دي لنفسي هبعتها لكم ان شاء الله برضه حضراتكم تشتغلوا عليها على طول. هشوف مثلا الجورنال الاولاني بيقول لي الابستراكت ليميت بتاعتك لازم ما تعديش 225 وورد. الجورنال الثاني بيقول 250، الجورنال الثالث بيقول 300 وورد في الابستراكت ليميت. يبقى المفروض حضرتك هنا عشان تبقى مناسب لاي واحد فيهم بحيث لو ريجكتد في الاولاني تبعت للثاني تبعت للثالث، المفروض يبقى الابستراكت ليميت بتاع حضرتك هنا كام؟ اكتبوا على الشات كده. انا عندي الجورنال الاول قال لي الابستراكت لازم تكون ماكسيمم 225، الثاني قال لي 250، الثالث قال 200. تمام. وفي فاريابيلتي طبعا في الاختيارات، لكن احنا لو اخترناها 250 طب لو ريجكتد وانا عايز ابعت لل 200 هضطر اعمل فيها موديفيكيشن ثاني واشيل 50 كلمه منها عشان ابعتها ثاني. انما انا لو من البدايه عاملها 200 هتمشي مع اي واحده من دول لان هو انا بيقول الماكسيمم ليميت. فانا لو بعت اقل مش مشكله، فانا اعمل الابستراكت بتاعتي 200 بحيث ان لو ريجكتد في ال 225 او في ال 250 ابقى انا جاهز على طول ابعت لل 200 من غير اي موديفيكيشن في الابستراكت لو ما فيش عليها كومنت من ريفيور او الاديتور. واضح؟ وضحت ولا لسه في حد مش فاهمها؟ الناس اللي كانت كاتبه 225 و250 فهمت ولا نعدها تاني؟ وضحت كده يا دكتوره؟
تمام يا دكتور واضح. طيب لو الفيجر ليميت بتاع الجورنال الاولاني حاطط لي قال لي ماكسيمم 8 والثاني ماكسيمم 6 والثالث ماكسيمم 6، يبقى انا احط كام فيجر؟ اختار زي نختار صح بقى، اكتبه برضو على الشات. برافو 6 كده وضحت الصورة. طيب لو المانسكريبت او الاستراكشر قال لك انا عايز ريزلت اوف ديسكشن، والثاني قال لك انا عايز ريزلت اوف ديسكشن، والثالث قال لك انا عايز ريزلت بس مش عايز ديسكشن، يبقى المفروض حضرتك تكتب ايه؟ تعمل البيبر بتاعتك ايه؟ ريزلت اوف ديسكشن، بحيث ان انا خلاص اللي مكتوب انا مش هكتب من جديد، انما اللي مش عايز الديسكشن هشيله. وضحت يا شباب؟ وضحت يا دكاتره؟ الزملاء الدنيا واضحه بالنسبه للافيشنت استراتيجي دي؟ هنوصل في الاخر لدي، هل وضحت ولا في حاجه مش واضحه في الاستراتيجي دي؟ تمام. طيب كونكلوجن، لما نعمل تشوزنج لان ابروبريت جورنال المفروض نبص على الايفالويشن بتاعت الفاندنج بتاعتنا، وفي اديشنال فاكتور. اهم حاجه في الايفالويشن قلناها النوفاليتي بتاعتنا، وعرفنا هنعمل لها اسسمنت ازاي، هاو نيو اند هاو برود از امباكت، والريليفانس وير اند فور هوم، والامباكت بتاعها والبرودنج قد ايه، والاكسسبيليتي. والاديشنال فاكتورز قلنا نختار الجورنال اندكسد فين، الببلشر يكون ببلشر محترم ومعروف، والاوبن اكسس اوبشن والامبارجو بيريود اخد بالي منها علشان ما اقعش في الاخطاء دي. في النهايه لازم اتيلور المانسكريبت بتاعتي اكوردنج تو بي سيتابل تو يور تارجت جورنال اند تارجت اودينس. واخد دايما في بالي ان التارجت بتاعي ان انا هاو تو انكريز ماي امباكت ان ذا فيلد، مش الامباكت فاكتور بالسي. واضح ان حضراتكم كنتوا فاهمين بشكل كبير موضوع الامباكت فاكتور وعيوبه، ودي سهلت علينا كتير يعني. احنا كده خلصنا السيشن، واللي في اي اسئله ان شاء الله يتفضل. دكتور عياد خلال الخمس دقائق. اتفضل دكتور عياد. معلش بس النقطة بتاعت الاختيار الجورنالز ما وضحت لي، لو ممكن بس إعادة تاني النقطة دي. طيب احنا اختيار الجورنال قلنا هنتفق على أشياء أساسية اللي هي الإيفالويشن بتاعت الفايندينج بتاعت حضرتك، تمام؟ أهم شيء في الفايندينج النوفيلتي والريليفنس اللي احنا تكلمنا عنهم في الأول. لازم تكون نوفل، في عندك نوفلتي سواء كونسبشوال او انكريمنتال لو حضرتك كنت موجوده معانا من الاول، والامباكت بتاعها البرود بتاعه قد ايه، والريفرنس دي انا عامل الشغل فين والمين، علشان اختار على اساس الكلام ده هل هختار اوبن اكسس ولا لا، هل هختار انترناشونال ولا لوكال، هل هختار الاختيارات اللي احنا اتكلمنا فيها في البدايه، هل انشر لوكال، هل انشر اوبن اكسس، هل انا بخاطب البابليكيشن ولا بخاطب سب سبيشاليتي، وهكذا لو تير ولا توب تير، وهكذا. كل ده بيحدده الريليفنس والايفالويشن. الاديشن فاكتورز اللي لازم شود بي كونسيدرد، الجورنال ده اندكس فين، هل هو بيتنشر في اندكس محترم، هل هو موجود على جوجل سكورر والريسيرش جيت والانديسيز اللي انا عارفها، ولا انا ما اسمعش عنه، ما حدش يسمع عنه. هل هو الببليكيشن سبيد بتاعه قد ايه، هيعطلني ولا هو الببليكيشن بتاعه معقول، وهل في بير ريفيو موديل ان ده بيكون مور تراستبل، هل هو اوبن اكسس ولا لا، تمام. دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. هي ودلت اصوليه دكتوره ولا في سؤال تاني؟ دكتور محمد اي ثينك هي بتقصد السلايد اللي حضرتك فتحها حالا دلوقتي، ان هي التعليق كان من قبلها، وإن كانت دكتورة دلوقتي قالت إن الأمور تمام. أيوه بالضبط، أنا بقصد السلايد دي. طيب ما أنا عشان كده رحت عليها، توقعت حاجة زي كده. طب السلايد دي يا دكتورة إحنا بنختار ثلاثة جورنال. طيب إحنا ما ينفعش يكون عندنا جورنال واحد، لأن ممكن نكون ريجيكتد لا قدر الله. فلو ريجيكتد حضرتك هتبدأي تدوري من جديد على جورنال تاني.
وده هيبقى تايم كونسيومينج وهيضيع منك وقت كتير، واصلا عمليه الببلشنج تايم كونسيومينج بالذات اليومين دول. فمن البدايه كده الافضل ان حضرتك تختاري مش جورنال واحد، تختاري ثلاثه، الثلاثه يكون ريليتد وينفع يتنشر فيهم الارتكل بتاعتك. تمام يا دكتوره؟ وحضرتك ترتبيهم واحد اثنين ثلاثه اكوردنج انت عايزه بايه، وبعدين تدخل على الجايد لاينز بتاعت كل واحد فيهم تشوف الابستراكت وورد ليميت قد ايه والفيجر ليميت قد ايه والمانسكريبت ستراكشر عامل ازاي، ونعملهم في الجدول ده. لو الاولاني عايز 205 لانه بيحدد لك، يعني بيجي يقول لك لما تكتب الابستراكت ما تعديش 225 وورد، والثاني يقول لك ما تعديش 250، والثالث ما يعديش 200، فانا اعملها على 200 بحيث انها تمشي مع اي واحد فيه. لو رفضت في الاولاني اعرف ابعتها للثاني، اعرف ابعتها للثالث. طيب في جورنالز بتقول لك ما تحطيش اكتر من 8 صور، وفي ناس تقول لك ما تحطيش اكتر من 6، فانا اخد العدد الاقل، اشتغل على العدد الاقل بحيث ان انا يبقى ريدي المانسكريبت بتاعتي ريدي ان انا ابعتها في اي وقت. طب في ناس تقول لك انا عايز ريزلت والديسكشن، وفي ناس تقول لك انا عايز ريزلت بس من غير ديسكشن، فانا اكون جاهز بالاثنين بحيث ان لو ريجكتد في واحد ابعت للثاني. هل الصوره وضحت ولا لسه في لبس؟ تمام، بارك الله فيك. وإياكم يا رب. سؤال في اي اسئله يا دكتوره؟ بيقول حاجه سؤال، معلش يا دكتور محمد، هو بس محمد المثال الاخير يا دكتور، معلش. نعم، المثال الاخير اللي هو الاستراكشر، يعني مثلا لو هم لو في جورنال مثلا طالب ريزلت وديسكشن، وفي واحد طالب ريزلت بس، انا اختار ايه؟ انا احط في المانوسكريبت ايه؟ تحط الاثنين بحيث ان حضرتك لو بعت للريزلت والديسكشن يبقى الاثنين جاهزين. تمام. طب واحد عايز ريزلت بس، هتعملي ريموف للديسكشن بدل ما تعملي العكس ويكون هو محتاجه فترجعي تكتبي ديسكشن تاني. تمام، صح تمام، واضح جدا. دكتور محمد، دكتور محمد بيسال حضرتك هل ينفع نبعت لاكثر من مجله في نفس الوقت؟ لا طبعا، ده مش مظبوط، وده لو اكتشف ممكن حضرتك تتحط كبلاك اوثر يعني. أيوه. لازم تبعت الجورنال، لازم حضرتك تستنى الرد. تمام. حد عنده اسئله ثانيه الساده الزملاء ودكاترتنا الافاضل؟ حد عنده اي سؤال اساتذتنا الافاضل؟ لو في اي تعليق، اي كومنت، اي اضافه. طيب في حد من الزملاء الافاضل؟ انا عارف ان في اساتذه كتير موجودين معانا، دكتور عبد الباسط ماريود استاذ وقامه كبيره في الريسيرش فيلد والحاصل على جائزة شومان للبحث العلمي على مستوى الوطن العربي، وله أكثر من 300 بيبر سيتيشن معديه 4000، يعني قامة علمية كبيرة موجودة، وشرف يكون معانا يعني وبيسمعنا، وإثراء وجوده طبعا للقاء جدا جدا. أنا مش عايز أذكر حد بالاسم لأن القائمة اللي أنا شايفها في الأودينس ما شاء الله كلهم أساتذة كبار، يعني بصراحة وجودهم شرف كبير لينا يعني. انما وجوده برضه يعني يخلينا نطمع ان لو في حد من حضراتهم عنده كومنت يقدر او حابب يضيفه لنا فكلنا اذان صاغيه يعني. دكتور عبد الباسط اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تحيه طيبه وسلام عاطر لكل الحضور. شكرا جزيلا لدكتور ريحان على الدعوه، وشكرا جزيلا لكل الحضور لهذه المحاضره القيمه. وأنا أفتكر دكتور ريحان هو عالم وقامة كبيرة جدا، وهذه المحاضرة قيمة، لكن أعتذر جدا أني دخلت في آخر السيشن. يعني حضرت معكم الجزء الأخير اللي بتكلم عن الإمباك فاكتور. أنا لاحظت أنه هنالك انتقاد لعملية الإمباك فاكتور، لكن السؤال هو طيب إيش البديل؟ يعني إذا كان الإمباك فاكتور هو فيه بعض العيوب دي، يعني أول كوارتايل، يعني تقسيم المجلات على أساس الكوارتايل فيه أيضا بعض إحنا ممكن نحسبها زي الديفكس وكذا. طيب شنو البديل؟ يعني هل هنالك بدائل أخرى للكلاسيفيكيشن بالنسبة للمجلات أو كذا، ولا إحنا مضطرين نمشي في هذا الاتجاه اللي هو حاليا أصبح هو الاتجاه العالمي للمسألة بتاعتنا كيف تتصنف أو كيف تصنف المجلات؟ وشكرا جزيلا لكم. طبعا سؤال قيم جدا يا دكتور عبد الباسط، لكن هستاذن حضرتك نخلي الاجابه في السيشن الثاني لان هو جزء من المحاضره الثانيه،
إنما طبعاً هنعرف إزاي مع بعض إن شاء الله مع الزملاء، يعني إزاي ما نعتمدش على حاجة واحدة في الفيلد بتاعنا، وإزاي لازم نعتمد على أكتر من فيلد أو أكتر من شيء في الاختيار وفي التقييم وفي المونيتورينج. فشكرا جزيلا لحضرتك طبعا على السؤال القيم. ممتاز، بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك ونفع موضوعك. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد الوسط، واضافه طبعا ثريه جدا، وشكرا لحضرتك. اي حد من الاساتذه او الزملاء حابب يضيف حاجه او اي سؤال عشان ناخد البريك بتاعنا؟ دكتور محمد احنا معانا بريك قد ايه؟ انت شايف يا دكتور احمد؟ انا شايف ما نطولش في البريك، يعني انا شايف ماكسيمم خمس دقايق. ماكسيمم خمس دقايق 10 علشان نعمل ريكوشمنت كده ان شاء الله. نبدا 12:05. نبدا كام ان شاء الله؟ عندك كام دلوقتي؟ انا عندي دلوقتي 10:56:57. نبدا 11:05. 11:05 ان شاء الله. 11:10 الماكسيمم، عشان خلاص نبقى 11:10 ان شاء الله الماكسيمم. 11:10 ان شاء الله. تمام ان شاء الله. معادنا ان شاء الله يا جماعه هناخد بريك كده، وكلنا زي ما احنا كده سايبين، احنا يعني داخلين في البروجرام زي ما احنا، وان شاء الله يعني 10 دقايق ونرجع تاني. 11:10 ان شاء الله ماكسيمم. شكرا دكتور محمد، شكرا حضرتك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد زي حضرتك. ويلكم باك. الزملاء إن شاء الله احنا هنبدأ إن شاء الله على طول علشان احنا في التايم بتاعنا. اتفضل صح محمد حضرتك جاهز؟ جاهز يا باشا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. طبعا بشكر الحضور على الفترة اللي فاتت وعلى الانتر اكشن اللي كان فعلا مثري جدا للقاء. بشكر كل الساده الزملاء الحضور اصلا من اساتذتنا وزملائنا. وطبعا بشكر الكانديدز الاصليين للكورس اللي استمتعنا معهم النهارده وكانوا سبب في تواجدنا. طبعا اتكلمنا عن سكسسفل بابليكيشن استراتيجيز في السيشن اللي فاتت واختتم اللقاء بطبعا مداخله قويه جدا لاستاذنا الدكتور مريوت. كان ايه هو الالترناتيفز بتاعه الامباكت فاكتور. انا بس كنت عايز اوضح ان احنا دكتور مريوت احنا كنا بنتكلم على ده بيزك كورس يعني ناس فور ايرلي كارير ريسيرشرز. فما كانش اللي كانت كل الحاجات اللي كنا عايزين نعمل عليها فوكس ان his or her impact in the field is more important than the absolute number of impact factors. ده كان واحد من التارجتس اللي كانت موجوده في السيشن الاولانيه. الامباكت فاكتور طبعا از امباكت فاكتور ما قلناش ان هو مش مهم خالص او المفروض ما نستخدموش، لكن قلنا ان المفروض ما يكونش تارجت بيرسي لان في بعض العيوب او في بعض الناس بتاخد عليهم ملاحظات. في السيشن الثانيه هنتكلم ان شاء الله، وده كان مفتاح مهم طبعا للقائنا في السيشن الثانيه، ان احنا دايما how to monitor or how to increase our impact in the field. وهنعرف من خلاله ان في alternatives كتيره لازم الباحث ياخد باله منها. بس عشان اكون جاوبت in conclusion كده على السؤال الاولاني، طبعا في زي ما قلنا لازم conclude ان الامباكت فاكتور still viable وستيل commonly used in discrimination between journals يعني. لكن طبعا في فاكتورز ثانيه من اهمها طبعا الاس ان اي بي، ويمكن ده حضرتك اتكلمنا عنه قبل حضرتك تدخل معانا واحنا بنعمل ازاي الجايد بتاع جورنال سيليكشن. وشرحنا ان في حاجه اسمها جورنال جايد وبندخل بيطلع لنا اسماء جورنالز وبيطلع لنا الاس ان اي بي للجورنال، وده وقلنا ان مش ده الامباكت فاكتور. وبيتميز عن الامباكت فاكتور ان ده related to specific field، وده بيحل لنا شويه مشكله ان الامباكت فاكتور فيلد ديبندنت. كمان من ضمن الالترناتيفز ان احنا ممكن نستخدم الاس اس الاس سي اي او الايمجو جورنال رانك الاس جي ار اللي هو بيضيف على هو طبعا الاس ان اي بي والاس جي ار بدائل للامباكت فاكتور، لكن بتحسبوا على 3 سنين تقريبا بتحسبوا نفس الطريقه، لكن واحد فيهم اللي هو الاس ان اي بي بيبقى مور سبيسيفيك للفيلد، والاس جي ار ده كمان بيبقى سبيسيفيك في انه هو بيحدد لاي مدى الجورنال ده سايتد باي ذا اذرز. وهنتكلم بقى عن الاذر ارتيمتريكس ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. ان شاء الله في المحاضره في السيشن اللي جايه هنتكلم بقى عن الجزء الثاني. احنا خلاص خلصنا البحث بتاعنا واخترنا الجورنال وبدانا عمليه النشر. هنبدا نعرف نفسنا how to identify yourself and monitor your work and promote your research impact in your field او in the research field. طبعا الثلاث مواضيع دول هو المفروض مكتوبين في السكيدول بتاع البروجرام سيبر التو تايتلز، لكن هو عشان انتجريتد اللي هو الايدنتيفاي والمونيتور والبروموت ريليتد للببلشنج والبوست ببلشنج والاكشن يعني من اول الايدنتيفيكيشن لغايه البوست ببلشنج استراتيجيز، فهنتكلم عليهم في انتجريتد مانر ان شاء الله. يمكن جزء من الزملاء حضروا معنا جزء من المحاضرة دي قبل كده، لكن إن شاء الله هيكون في تيبس جديدة تفيد الكل إن شاء الله بإذن الله. الأول how to write your name.
أنا عايز أسأل حضراتكم هنا what is the most popular name in your country؟ يعني كل واحد كده يكتب لنا مشكورا على الشات أشهر اسم في بلده إيه؟ ميل. أشهر اسم لراجل. الناس لسه مرجعتش يا دكتور أحمد ولا إيه؟ أنا معنا معظم الأسماء موجودة. بالفعل بدأ يكتب محمد، محمد، دكتور عبد الباسط حمدوك، دكتورة غادة محمد، دكتورة منال حمدوك، دكتور هو ليش الشات مش أب لا لا ظاهر عند حضرتك؟ بحاول أعمل ريأكتيفيشن بس. طب اتفضل يا باشا. دكتورة إيمان محمد، يعني معظم الحاجات محمد وحمدوك وفي أحمد الحمد لله كلها من صفة الحمد يعني. الحمد لله رب العالمين. هو طبعا فعلا كلام حضراتكم يعني اكيد valid، لان هو اسم فعلا محمد من اشهر most popular names all over the world. طيب انا عايز بس حضراتكم الناس اللي كتبت محمد دي تكتبوا لي بعد إذن حضراتكم in English زي ما هو بيكتبه، ملوش دعوة غيره كتبه إزاي، يعني كل واحد يكتب اسمه محمد بالطريقة اللي بيكتبه بيها. طيب كفاية، لو بصينا كده مع بعض على الشات شوفوا حضراتكم هتلاقي واحد كاتب محمد بالأو، حد كاتبها باليو، في حد كاتب محمد بالأي، وواحد كاتب محمد بالأي، وفي فاريابيلتي كتيرة جدا زي ما هنشوف كده على السكرين دلوقتي. كل الفورمز دي بتتكتب على اسم محمد. السكرين واضحة عند حضرتك يا دكتور أحمد؟ تمام دكتور محمد تمام. طيب الفاريشنز دي اللي موجوده عند في اسم محمد، واحنا بنتكلم عن one of the most common popular names in the world ان لم يكن الاشهر يعني، ومع ذلك في الفاريابيليتي دي في الكتابه. برضو تاكيدا لكلام حضراتكم، ده سايت مخصوص للبوبولاريتي باي ريجنز، بيشوف عملوا سيرفي كده عن الموست بوبولار نيمز، وزي ما حضراتكم تفضلتم كان اشهر اسم محمد. أنا بس حابب الناس تكون متفاعلة. إنما مش دي المفاجأة، بدليل إن إحنا كلنا كنا متوقعين إن الاسم محمد ده أول رانك يعني. إنما بصوا شوفوا حضراتكم الرانك الرابع كمان مين في ألجيريا مثلا. واضح الشاشة قدام حضراتكم يا دكاترة؟ واضح يا دكتور محمد واضح. طيب الاسم الرابع كمان، الرانك الرابع ده كان برضو محمد، يعني شوفوا حضراتكم الرانك الأول محمد والرانك الرابع محمد، بس شوفوا الفرق في السبيلنج، هنا كاتب بإم واحدة هنا كاتب باتنين إم زي ما احنا عملنا دلوقتي على الشات. عشان نتأكد من ده هل المقصود بمحمد في الاتنين واحد، وقفنا كده عملنا انوتيشن على الاسم وطلع لنا إن فعلا أسميهم محمد تيمونا باسم النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. طيب احنا عايزين نقول الكلام ده ليه؟ ان واحنا بنعرف نفسنا وارد جدا ان يكون انت حد ممكن تكتب حتى في فتره من الفترات ممكن تغير في السبيلنج، او حد يكتب اسم حضرتك وهو بيبحث عنك او عن بحث ليك بسبيلنج مختلف فيتعب في الوصول ليك، زائد ان ده ممكن انت حد ما تكونش كورسبوندنج اوثر، وزمان ما كانش فيه الفاليديتي بتاع دلوقتي المجلة عشان تنشر لازم تبعت ريبورت ولازم حضرتك توقع عليه وتقول ان الداتا بتاعتك مظبوطه والكلام ده كله، الاول ما كانش ده موجود، فكان ده بيعمل سبليتنج في السيتيشن، يعني زي ما انتم شايفين هنا ده مثلا بيبر منشور اهي، شوف محمد مكتوب ازاي في نفس البيبر، اثنين حد كاتب محمد بالاي وحد كاتب محمد بالاو وهكذا وهكذا في نفس البيبر، وممكن نفس الاسم يتكتب اكتر من شكل. فبالتالي كان كل باحث علشان يضمن ان الشغل بتاعه ده يروح في حقيبته وان السيتيشن دي ترجع له
وإن يكون في accessibility سهلة للوصول إليه، يفضل إن كل واحد فينا يكون لي digital identifier، رقم أو حاجة digital تعرفه. من أهم الديجيتال ايدنتيفايرز اللي المفروض يكون لكل باحث من البدايات كده اللي هو الاوب اوف ساينس ريسيرشر اي دي والاو ار سي اي دي. دول عبارة عن ديجيتال ايدنتيفايرز حضرتك بتعملهم بالايميل العادي خالص، مش لازم انستيتيوشنال ايميل ولا يونيفرسيتي ايميل ولا حاجة، ممكن بالايميل العادي خالص حضرتك تعمل الاو ار سي اي دي نمبر ده، ويبقى هو ده الايدنتيفاير بتاع حضرتك، ده مستحيل حد هيغلط فيه. وكمان بترجع أهميته دلوقتي لأنه بدأ يطفو جدا على السطح، لدرجة إن في بقى في مجلات دلوقتي لما تبعت تقول لك أنا عايز الـ RCID بتاع كل الأوثرز، لدرجة إن بدأ يبقى في دلوقتي حاجة اسمها الـ RCID list of journals اللي بتطلب الـ RCID. فالنهاردة أصبح إن ده شيء ضروري، ما ينفع مش optional إن حضرتك ما يكونش عندك digital identifiers دي. أنا عايز أعرف بس الأول كم واحد من الحضور عنده ORCID خاص بي، اللي عنده كده يعمل raise hand بعد إذن حضراتكم. اللي عنده أكيد نمبر عشان أشوف أنا هتكلم في in details لغاية فين ولا raise hand يا جماعة. طيب يعني النسبة مش كبيرة خالص، الاكسبرت هم اللي عندهم في القصة الموضوع. طيب ده طبيعي ان حضراتكم طبعا علشان دي احنا لسه early career researchers، وده يعني الكورنرستون بالنسبة لكم في الموضوع ده او البدايات، فطبيعي. فهنتكلم عنه شوية details لان هو شيء مهم. انت حضرتك هتدخل او هتدخلي على الموقع ده، هبعته لكم، هو موجود في السلايدز وانا هبعته لكم برده ان شاء الله باذن الله. جاست انك حاجه بتعمل كليك كده عليه او بتدخله في الجوجل بيطلع لك الموقع الخاص بال او ار سي اي دي، وحضرتك بتعمل ريجستريشن عادي خالص باي ايميل، مش لازم الانستيتيوشنال ايميل. الشباب بتاعنا اللي موجودين معنا النهارده اللي هم الكانديديتس بتوع الكورس الاصليين، لو حتى محتاجين الانستيشن ايميل اعتقد الدكتور احمد ممكن يساعدك في القصه دي، اللي هم خريجي الكليه عندنا. بتدخل ايميلك العادي خالص وبتختار لنفسك باسورد وبتعمل ساين ان بيدخلك على الاو ار سي اي دي، وجاست انك دخلت على طول بيطلع لحضرتك الرقم ده اللي هو الديجيتال ايدنتيفاير ده. ده بيبقى يونيك لحضرتك، كل واحد بيقول رقم بتاعه مستحيل حد يتشابه فيه لان ده يونيفرسال. وفي الحاله دي بيكون عند حضرتك حاجه سبيسيفيك للايدنتيفيكيشن، وبسهوله جدا بتبقى معروف، مستحيل يكون اسمك على بيبر وتروح لحد تاني، او مستحيل يتعمل سيتيشن وما ترجعلكش، وبيبقى سهل جدا ان الناس توصل للموقع بتاعه. من ميزات السيشن طبعا فري، انك تعمل انشيشن للاوركيد نمبر ده او الاورس اي دي نمبر ده فري، بيربط لك كل الايميلز بتاعتك، كل الويب سايتس بتاعت السيتيشن بتاعتك حضرتك ممكن تضيفها هنا وتدخل على اي واحد. يعني انا لو عملت كليك على اي واحد من دول هدخل على الموقع بتاعي من خلال الاوركيد ويبقى مربوط بيهم، اي ابديت بيتعمل فيهم بيظهر لحضرتك هنا، بيعمل لك ابديت للداتا بتاعتك في اي مكان. يعني لو 12 بيبر وتحطت على البابلونز او الجوجل سكولر على طول تظهر على الاورس اي دي اكاونت بتاع حضرتك هنا، بتحط كي ووردز للاستفسار والكانتري بتاعك. بعد هنا بتدخل الداتا بتاعتك كلها، النيم والانستتيوشن والامبلويمنت والاديوكيشنال كواليفيكيشن، وكل الحاجات اللي حضرتك عايز تدخلها بتبقى موجوده هنا بطريقه سهله جدا، تك هنا بس على اديت وتكتب وبتطلع بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده، الوركس بتاعتك، الببلشنج، وبتظهر كل الديتيلز، اسم التايتل، الدي او اي بتاعها، رقم الارتكل، كل. وطبعا اي حد بقى بسهوله بيدخل هنا يتك على دي يظهر له على طول البيبر بتاعت حضرتك اللي انت نشرته. اضافوا ليه كمان مجددا الريفيور سكور، لو حضرتك ريفيور لاي مجله برضو بتظهر على طول اوتوماتيكلي رقم المجلات اللي حضرتك ريفيور ليها وأعدادها. لذيذ إن بعد حضرتك ما تخلص ده كله، وانس إن أنت
محتاج مثلا يكون عندك برينتد سي في، بتتك بس على برينتبل فيرجن دي كده، بيطلع لك بي دي اف فيها كل الديتيلز اللي موجوده على السايت او على الاكونت بتاع حضرتك بالمنظر ده، وممكن تتعامل بيها تعمل لها برينت او تعمل لها سيندنج لاي حد. وانت مش محتاج ده يعني دلوقتي، كل كمان الاماكن اللي ممكن تتعامل معاها جاست انك تبعت لهم النمبر ده، خلاص هو هيدخل عليه وهيشوف كل ده لو انت حضرتك سامح انه يبقى افيلابل للازر. ده بالنسبه للاو ار سي اي دي. مهم طبعا في حاجات كتيره جدا زي ما اتفقنا. انا مثلا لو دخلت على موقع زي البوبلنز ده ودورت مثلا، كتبت محمد ريحان سيرش، يعني ممكن ما اعرفش اوصل، او ممكن اوصل لاسماء متشابهه. فالايدنتيفيكيشن هنا مهم جدا، مهم جدا ان يكون عند حضرتك اكتر من ايدنتيفاير، انك تكتب اسمك فيكس في كل مره، تكتبه بنفس السبيلنج ما تغيرش فيه لا في الاسم شور نيم ولا في ال ولا في ال. هنا بدات ادور في على الاسم بتاعي، كتبت له انا عايز محمد ريحان، شوف طلع لي كم محمد ريحان. طبعا انا هنا عشان حاطط صوره والافليشن بتاعي معروف، انا ممكن وده مفيد جدا انك تحط صوره لحضرتك للبروفايل عشان لو حد عارفك يبقى عارف، ممكن يعرفك من الصوره، ممكن يعرفك من الافليشن. انما لو دول مش موجودين يعني زي كده محمد ريحان محمد ريحان محمد ريحان، كل دول محمد ريحان ولا في افليشن ولا في حاجه، طب انا هعرف ازاي؟ بيبقى صعب شويه الوصول بالنيم لو ما انتش عامل انتجريشن للداتا، وهنا اهميه الانتجريتد داتا اللي احنا بنتكلم عنها. طيب فده يقول لنا ان احنا دايما لما نكتب اسامينا، لما نكتب اسامينا نكتبها فيكسد، نحط صوره، نحط افليشن، او نبحث بالاو ار سي دي نمبر او الويب اوف ساينس ريسيرشر اي دي نمبر. كل ده بيسهل عمليه الوصول لحضرتك كباحث، وفي نفس الوقت بيحفظ لك حقك في كل حاجه. شوف انا هنا لما دخلت بالاي سي دي دخل على طول على الاكونت بتاعي، ما فيش بقى حد تاني، خلاص انا بدام عملت سيرش بالاي دي خلاص هو ما بيدخلش غير على الاكونت بتاعك، بس ما فيش مجال للخطا في الديجيتال ايدنتيفاير. فده طبعا من اهميه ان احنا يكون عندنا ديجيتال ايدنتيفايرز، والاثنين دول اتليست لازم يكونوا موجودين. في طبعا ديجيتال ايدنتيفايرز ثانيه، بس دول على المستوى اللي احنا بنتكلم فيه از بيجنرز هما المينيمم. لازم حضرتك تدخل تعمل الاثنين دول، لان هتفاجئ بعد كده ان هينطلب منك وانت بتقدم البيبر عشان تنشره، عشان في الحاجات دي هتعطلك. فمن البدايه كده يكون ده سلوك بننهجه في الريسيرش. الاو ار سي دي تمام، ممكن تطلب منه انه يعمل لك على الكيو ار كود زي كده. لو حد حضراتكم دلوقتي معاه موبايل تاني غير هو دخل بيه وعمل سكاننج للكود ده، بس جاست ان هو يحط كده قدام الكاميرا هيدخل على الاكونت بتاعي على طول، وده ممكن افيلبل وفري لاي حد. تدخل برضه تطلب كيو ار كود، هيطلع لحضرتك الكود ده تشتغل بيه، وممكن تبعته او تحطه على الكونتاكت داتا بتاعت حضرتك فيظهر ويسهل ويخلي فيه فيزيبيليتي ومور اكسسبيليتي واكيوريت اتشيفمنت للورك بتاع حضرتك. النقطة الثانية ان احنا بنحاول دايما محمد سؤال بس في نفس النقطة دي قبل ما نعديها. دكتور محمد بيسأل حضرتك، طيب الأبحاث اللي نشرتها زمان أو المجلات اللي بكون محكم فيها إزاي أربطها على الأكاونت؟ طيب هنيجي ليها دلوقتي دكتور محمد. الحاجات بتاعت زمان دي في جزء منها هيظهر لحضرتك على جوجل سكولر، ولو حضرتك عندك أكاونت على البابلونز وحضرتك ضايفها عليها اوريدي مانوال وربطت البابلونز بالاو ار سي اي دي هتظهر اوتوماتيك على الاو ار سي اي دي، او ممكن تضيفها مانوال. يعني زي لو انت حابب نرجع هنا مثلا، لو دخلت هنا على الاو ار سي اي دي بتاع حضرتك او عملت انيشيشن ليه،
يفتح بس ثواني. بيبقى في مكان للورك في تايتل كده اسمه ورك، حضرتك بتعمل ايديت وبتاخد التايتل بتاع البيبر اللي حضرتك نشرتها وتعمل لها مانوال ادينج. تمام، لو هو لو الحاجات دي موجوده اوريدي على الجوجل سكولر وعلى البابلونز ممكن هو يجي يضيفها لوحده اوتوماتيك. يعني ده مثلا هو بتيجي هنا عند الورك حضرتك، تمام، وبتعمل اد، ومن الاد دي بتضيف مثلا بالدي او اي دي مثلا دي. يعني مثلا انا هاخد دي اهي، دي الدي او اي بتاع المجله بتاع البيبر انا كنت نشرها. دي البيبر دي على فكره مش انا اللي ضفتها، هي انضافت لوحدها لانها ظهرت على البابلونز او على المكان تاني وكان مربوط بيه. اهو انا هاجي مثلا على دي، على الـ على على البيبر دي، وهاجي اعمل كده مثلا، و ممكن اشيلها خالص، اجي معلم كده مثلا، لازم امسحها الاول بس خلينا اهو، هقول له ضيف، هقول له اد دي او اي، وهتحرك هتحط الدي او اي بتاع اللي هو الرقم بتاع البيبر بتاع حضرتك هنا، وهتقول له ريتريف. اهو راح جايبها كلها، جاب لي العنوان وجاب لي التايتل وجاب لي اسم الجورنال وسنه النشر وكل حاجه، وكل والسيتيشن بتاعها هيتعمل ازاي، كل حاجه تخصك في الـ في الـ في البيبر دي، وهتقول له اد ذيس ورك، هيجي من اضافه لوحدها على طول. واضحة يا دكتور محمد ولا نعيدها تاني؟ لو ما فيش عند حضرتك دي او اي ممكن تضيف بكذا طريقة تانية. واضحة يا فندم؟ تمام، ممكن طبعا همسحها عشان هي منضافة، بتيجي بس على كلمة ورك دي وتك. الموضوع سو سيمبل، سيمبل جدا، يعني أبسط ما احنا متخيلين. الكلام ده ممكن حضرتك تعمل اكونت في ما كملش يعني ربع ساعه مثلا. طيب في سؤال تاني في الحته دي قبل ما ننتقل لغيره علشان ما نطولش على حضراتكم؟ اوكي، ازاي بقى انكريز يور سيرش امباكت، ازاي ازود الامباكت بتاعي في الفيلد؟ اول حاجه واهم شيء في الموضوع هاي كواليتي اند امباكتفل ورك، لازم اكون عامل الشغل بتاعي بهاي كواليتي ويكون امباكتفل، والا ما حدش هيبص له مهما كنت عملت فيه، ما حدش هيبص الا اذا كان الشغل ده ذو قيمه ولو امباكت في الفيلد. الجود جورنال سيليكشن زي ما اتفقنا بكل الخطوات اللي احنا قلنا عليها بما فيها الامباكت فاكتور وغيره والكل اللي شرحناه في المحاضره الاولى. الهاي امباكت فاكتور ستيل انديكيتور مهم زي ما قال او زي يعني ما نوهنا، وخاصه بعد مداخله دكتور مريول. البروموت يور امباكت، انا يهمني جدا حته بروموت يور امباكت دي اللي هنتكلم فيها ان ديتيلز. الامباكت فاكتور زي ما قلنا كونفيدنت لميجر ورابيد كويك اكسس وايزي جايد لإن احنا نسلكت جورنال مع الأخذ في الاعتبار ده على المستوى اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا الأخذ في الاعتبار ان احنا دايما يبقى الامباكت بتاعنا الامبروف يور امباكت ان ذا فيلد، مش نتارجت الامباكت فاكتور. وممكن لو عايزين نتغلب على بعض العوار اللي في الامباكت فاكتور يبقى هنلجأ للفاكتورز الثانية اللي من همها الاس ان اي بي فاكتور، وشرحنا في المحاضره الاولى ازاي نوصل له ونعرفه ازاي. طيب احنا الحمد لله خلاص عدينا بكل المرحله دي وعملنا جورنال سيليكشن ودخلنا على مرحله الريفيو وخلاص جالنا اكسبتنس للبيبر اللي احنا مقدمينها، وفي الحاله دي طبعا ايه وي فيل لايك ذيس وان، بنبقى حاسين ان احنا عملنا انجاز. خلاص بقى نروح الويك اند او نروح نصيف ونستنى بقى نقعد نفكر نقول السيتيشن هتنزل علينا زي الشلال اللي قدامنا ده.
بس طبعا ده مش واقع ودي مش policy recommended خالص. الببلشنج او الاكسبتنس ده مش نهايه المطاف، ده بدايته ليك كريسيرشر. انت كده خلاص بقى ليك ريسيرش، انما ستيل الفيلد بتاعك هيبدا مش انتهى. لازم نبدا لان احنا كلنا ككارير ده المين كارير بالنسبه لنا كاكاديميك ستاف او ك هيلث كير بروفايدرز، هي اساس عملنا ريسيرش والا الدنيا هتقف يعني. فمش ريكومندد ابدا، لازم يكون عندنا بوست اكسبتنس استراتيجي وازاي نعمل نشغل او نعمل ادفانسمنت للامباكت بتاعنا في الفيلد. اول شيء ان انا اعمل مونيتورنج للفيلد. طيب هو في هنا سؤال الاول، في فور ذا موست ريسنت بابليكيشن، اخر بابليكيشن او الاونلي بابليكيشن اللي حضرتك عملتها، وات ار ذا موست امبورتنت، اهم شيء بالنسبه لحضرتك في الثلاثه دول ايه؟ او ايه او ايه المهم بالنسبه لك يعني؟ ان دي ان البيبر دي تريتش يور بيرز، ولا انك تجيت سيتيشن في ال 12 مانس اللي بعديهم، والا ان انت جينيريت امباكت ان يور فيلد. اكتبوا لنا كده الاجابات على الشات بعد اذن حضراتكم. هل انت عايز البيبر دي توصل اكبر عدد ممكن من الناس في الفيلد بتاعك؟ هل انت عايز سيتيشن؟ هل حضرتك شايف ان انت عايز تزود الامباكت بتاعك في الفيلد؟ ولا طب انا مقدر الناس اللي اختارت ثلاثة هي الاشمل، لان ثلاثة بتتضمن واحد واثنين، عمرك ما هتوصل لواحد واثنين، عمرك ما هتوصل لثلاثة غير لما تكون حققت واحد واثنين. انما هم كل دول تارجت، كل دول تارجت ليك انك توصل للبيرز عشان تعمل ديستريبيوشن للريزلتس بتاعت حضرتك والادفانسمنت اللي انت اكتشفته، سواء كان في التكنيك او في التريتمنت او في الدايجنوزيس او اي شيء الريزلت اللي توصلتها، وانك تزود السيتيشن عشان هو ده من عوامل انك تزود الامباكت بتاعك في الفيلد. بس هل هو ده العامل الوحيد؟ هنشوف بقى مع بعض ازاي نعمل انتجريشن لكل العوامل دي بان احنا نعمل مونيتورنج والانكريز الامباكت بتاعنا في الفيلد ازاي. تراك سيتيشن ده مهم جدا، مهم بس مش العامل الوحيد، مش السيتيشن او ان يبقى ليك سيتيشن ده مش العامل الوحيد. لازم تبص على حاجات تانية، الداونلودز اخبارها ايه، الازر التيمتريكس اخبارها ايه، وهناخد الموضوع ده شوية in details في الحاجات اللي جاية. citation من أهم citation اللي احنا بنبصلها دايماً الـ H index، ونفس الديبيت تقريباً اللي على الـ impact factor بتاع الجنر هو على الـ H أو الـ Hirsch index as a citable as a citation أو as an individual impact factor for the research. أنا عايز أسأل في البداية حد بس مين يقول لنا الـ H index يعني ايه؟ أو الهيرش إندكس، حد كده يشارك من الأساتذة اللي موجودين؟ اللي عايز يشارك يعمل ريز هاند أو يتفضل يفتح المايك ويقول على طول. ممكن يتفضل معانا نشارك؟ معذرة يا استاذ احمد، عندي شويه السيجنال بتروح وتيجي شويه، فعشان كده ما كنتش عارف اتابع حضرتك الديتين اللي فات. نعم الصوت يا دكتور احمد ما سمعتش. السيجنال عندي فيها مشكله شويه، معلش. طيب حد يشارك؟ مين؟ طيب الاتش اندكس ده هو رقم اللي بيطلع لكل باحث بتحسبه كثير من المواقع، المقصود به الاتش دي هو اسمه هيرش اصلا ده اللي اكتشفه، انما المقصود بالاتش دي هو النمبر اوف بابليكيشنز اللي حققت الماكس ذا سيم ماكسيمم نمبر اوف سيتيشن. يعني ايه؟ يعني نيجي ناخد مثلا الاوثر ده كمثال. عشان احسب الاتش اندكس ده بشوف اكبر عدد من البيبرز اتكرر فيه نفس عدد السيتيشن. يعني الراجل ده مثلا عنده 6 بيبرز نشر، اول بيبر اتعمل لها 18 سيتيشن والثانيه 8 والثالثه 6
ورابعة 4 والخمسة 2 وستة 1 دول arranged according to the number of citation. عشان أحسب الـ H index لهذا الأوثر هيكون 4. ليه؟ لأن الأربعة دي هي العدد اللي تكرر في اللي فوقها كله. الاثنين ما تكررتش هنا، يبقى 5 و6 دول مش تبعهم. يبقى الـ H index هنا بالنسبة للأوثر ده كام؟ 4. واضحة دي؟ ولا نعيدها تاني؟ أيوة دكتور ماشي عادها تاني. طيب احنا عشان نحسب الـ H index، الـ H دي هي الرقم بتاع البيبرز اللي تكرر فيها السيم نمبر اوف سيتيشن. طيب أقل عدد هنا من السيتيشن اتكرر في كل البيبرز 4، في البيبر رقم 4، يبقى الـ H index هنا 4. هنا حصل 18، 8 تكررت هنا وهنا، 6 تكررت هنا وهنا، 4 تكررت هنا وهنا. تمام. الماكسيمم نمبر اوف سيتيشن او الليوست نمبر اوف سيتيشن، اقل عدد من السيتيشن اللي تكرر في اكبر عدد من البيبرز. تمام. طب مين تو قررت يا دكتور محمد؟ مش تو قررت المفروض؟ مش فاهم قوي برضه. بقول لحضرتك اكبر رقم في السيتيشن يا دكتوره، اكبر رقم في السيتيشن اتكرر في عدد البيبرز، اكبر رقم اتكرر. لو حسبنا ليه احنا وقفنا عند الأربعة؟ لان الأربعة اتكررت هنا وهنا وهنا وهنا، انما ما اتكررتش هنا، يبقى الخمسة دي مش معانا. تمام. احنا بنحسب اكبر رقم اتكرر في ايه، في اكبر عدد من البيبرز. تمام. اوكي تمام كده. الاوثر ده يبقى السيتيشن بتاعه كام؟ الاتش اندكس بتاعه كام؟ 4. تمام. طيب الاوثر بي ده مطلوب بقى من حضراتكم تقولوا لي الاتش اندكس بتاعه كام. هنشوف اكبر رقم في السيتيشن اتكرر في كام بيبر. 8. طيب اتكرر في كام بيبر؟ الثمانية دي فعلا اكتر حاجه، اكبر حاجه اتكررت، بس في كام بيبر؟ في خمسة. يبقى الـ H index بتاع الأوثر ده 5. تمام؟ وضحت كده؟ أنا حصل بدأ يحصل interruption في كده في الساوند، هل ده من عندي ولا أنتوا سامعيني؟ سامعين حضرتك بوضوح. معي يا دكتور، ما اسمع صوتك. طيب واضح الاتش اندكس او الهاش اندكس بنحسبه ازاي ولا نعيده تاني؟ عشان هننتقل على بقى حته تانية. في حد من الاودينس مش عارف الهاش اندكس حسب؟ طيب احنا عشان نحسب الهاش اندكس او الاتش اندكس ده بنحسب اكبر عدد من السيتيشنز اتكرر في كام بيبر. تمام. فاكبر عدد هنا اتكرر هو الاربعه، في كام بيبر اتكرر؟ في اربعه بيبرز. الـ H index بتاع الاثر ده 4. طيب اكبر عدد اتكرر هنا 8. طب الثمانيه دي اتكررت في كام بيبر؟ 5. يبقى الهيرش اندكس بتاع الاثر ده 5. خلينا ناخد كمان مثال او اثنين علشان نقدر نقدر. طيب الاثر C بعد إذن حضراتكم كده تقولوا لي الهيرش اندكس بتاعه كام؟ خمسة. 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 برافو. طب وأوثر دي؟ خمسة برضو. خمسة. أربعة. برضو. ده خمسة وده خمسة، مظبوط. ده خمسة لأن الخمسة أكتر رقم اتكرر هنا في خمسة بيبر، والخمسة هنا أكتر حاجة اتكررت برضو في خمسة بيبر. تمام؟ لكن هو رقم الـ H index بيرجع يعني للـ citation number of citation، ولا بيرجع لنقر لرقم الـ articles؟ يعني هو سي كده كأنه قاعد يرجع لرقم الـ articles. هو بيرجع لكام article اتكرر فيها أكبر عدد من الـ citation. تمام؟ كام ارتكل؟ هو فعلا بياخد رقم الارتكل اللي تكرر فيها اكبر عدد من السيتيشن. وضحت كده؟
هو غير منطقي شوية بس يعني مش مفهوم حقيقة. طيب تعال نحسبها تاني، ناخدها تاني من الأول. هو احنا عايزين نحسب الهيرش اندكس بتاع كل واحد من الاوثرز، بنشوف هل السيتيشن دي في كل بيبر كام، ونشوف اكبر عدد من السيتيشن ده اتكرر في كام بيبر، فهو بياخد رقم عدد البيبرز اللي اتكرر فيها السيتيشن. اكبر عدد هنا اتكرر الاربعه، هنا موجود أربعة، أكثر من أربعة، أكثر من أربعة، أكثر من أربعة، هنا أربعة بالضبط. هنا ما فيش أربعة يبقى دي مش هتتحسب، وهنا ما فيش أربعة يبقى دي مش هتتحسب. يبقى كم بيبر عند البيش عند الأوثر ده خد رقم أربعة؟ أربعة بيبرز، تمام. يبقى في الحالة دي الـ H index بتاعه أربعة. هو طيب المثال ده بالذات يا دكتور محمد، انا ليه ما اخترتش اثنين؟ يعني هو المثال ده الوحيد اللي فارق معايا صراحه، يعني هي الاثنين ما هي اتكررت في نمبر 1 واتكررت يعني مع الاثنين اتكررت، مع ال8 ومع ال6 ومع ال4، يعني ليه ما اخترتش 5 بقى؟ يكون الاتش اندكس هنا 5. احنا بناخد اكبر عدد اتكرر يا دكتوره مش اقل عدد. طيب خلينا طب نشوفها على الرسمه على الكيرف ده. محمد دكتورة هويدة عندها سؤال. تفضل دكتورة هويدة. تفضلي. السلام عليكم. لو سمحت يا دكتور، هنا انا بس حابه استفسر، مثلا في الريسيرش جيت هل الفاليو الحقيقي بس للسيتيشن؟ مثلا لو انا في الريسيرش جيت بيجيني مثلا عدد من الناس ريد يور ريسيرش او عدد من الناس ريكومندد يور ريسيرش، هل دي لها فاليو ولا الفاليو فقط للسيتيشن؟ لا، كل دي لها فاليوز طبعا يا دكتور، هنتكلم عليها دلوقتي حالا بعد الاتش اندكس. احنا انا بقول الكلام ده عشان اقول ان السيتيشن زي ما حضراتكم كده، بس هو عشان انتم حضراتكم فعلا عندكم يعني ما شاء الله عليكم عندكم استباق بالسنس وفاهمين الدنيا ماشيه ازاي، وعندكم بيزك ساينتفك نوليدج، ومش مقتنعين قوي بالارقام اللي ممكن تكون ما لهاش فاليديتي عاليه، فدي واحده من عيوب السيتيشن، ان السيتيشن لوحدها ده مش انديكيتور، او ما ينفعش يكون انديكيتور بيرسي، لان زي ما هنشوف كده مثلا في المثالين دول اللي احنا شفناهم مع بعض دول، ان اكبر عدد من السيتيشن هنا، اكبر عدد من البيبر اتكرر فيه نفس عدد السيتيشن خمسه مثلا يعني، فالاتش اندكس بتاع البيبر دي خمسه، والاتش اندكس بتاع الاسر ده خمسه. انما لو بصينا كده على عدد السيتيشن، شوفي حضرتك كده شوفي عدد السيتيشن هنا كام وعدد السيتيشن هنا كام، يعني بديهي كده هيكون السؤال اللي بعديه which author is more impactful in the field، يعني هل الأثر ده يتساوى مع الأثر ده؟ لا، أثر عن... نعم أثر دي أثر دي ليه؟ هنا هنا الاثنين H index بتاعهم واحد إنما بص عدد حركة citation هنا، لو حسبنا الخمسة دول ودول 40، يبقى عنده average 8 citation بالارتكل، ده عنده 40 سيتيشن بالارتكل، يبقى مين اللي هيكون اكتر امباكتفول ان ذا فيلد؟ تمام، وضع اوثر دي، وده ياكد كلام حضراتكم ان الاتش اندكس ده اوف لو باور، يعني الباور بتاعه مش قوي. هو واحد من الانديكيتورز اللي انا بحسب بيها الشغل بتاعي، لكن مش هو ده اللي هقف عنده. والمثال اللي امام حضراتكم ده واضح، وده بالعكس ده ممكن يكون اكتر من كده بكتير، فيكون في جاب اكتر من كده بكتير ما بين الاوثرز، وللاسف الهيرش اندكس بتاعهم واحد، فده يقول لي ان هو اصلا انديكيتور اوف لو باور. تمام. طب معلش دكتور دكتور لحظه يا جماعه، دكتور عبد الباسط هستاذ حبيبي محمد، دكتور عبد الباسط بس عايز يضيف اضافه من فتره. اتفضل يا فندم. انا كنت لسه هقف هنا وهقول حد من الزملاء عنده مور كلاريفيكيشن للاتش اندكس، يا ريت اتفضل دكتور عبد الوصف. اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا. انا ما افتكر في اضافه بالشيء اللي اضافه دكتور محمد، لكن عايز اؤكد انه الهاي اندكس ما هو الكرايتيريا الوحيده اللي بنقيس بها الى اي مدى المساهمه الكبيره للباحث في مجاله، لكن تظل هي واحدة من الانديكيتر زي ما تفضل سعادتك، وأن هي واحدة من الانديكيتر بنعتمد عليها في يعني تو ايدنتيفاي تو كلاسيفاي السترينجز بتاع الساينتست بتاعنا. شكرا جزيلا.
شكرا تمام. دكتورة هويدة تفضلي. لا شكرا، انا ما شاء الله اوفى الاجابه ليا في السؤال. تمام، الله يجزيك خير دكتور ريحان. حد تاني من الزملاء عايز يضيف حاجه او يسال سؤال؟ معلش بس انا عندي اضافه بسيطه. اتفضلي يا هويدة. طيب انا بشوف انه الاندكس الاتش اندكس يعني ممكن يكون impactful، لانه هو في الاخر بيشير لرقم البيبر، يعني هو بيقول في author C وD الاثنين بيقول انه بالنسبه لهم الارتكل 5 هي اللي كانت more impactful، فما يعني ما مقياس لانه مثلا C افضل من D او D افضل من C، هي مقياس لانه number of papers اللي هي number 5 هي اللي كانت more impactful. نعم. ده اللي انا فهمته حسب الشرح بتاعك يا دكتور. تمام، اتفضل يا محمد. هو حضرتك هو مش عايز يقول كده، هو مش عايز يقول ان رقم 5 دي هي المور امباكتفول، لا هو جاست بيقول ان الباحث ده هو عنده 5 من البيبرز اتكرر فيهم عدد السيتيشن لاكثر من 5. تمام، انما انا لو يعني لوجيكال ثينكينج كده او ميك سنس، ان انا هشوف ان المور امباكتفول بيبر للاسر سي هي رقم 1 لان دي اكتر واحد على ساتش، واكتر ارتكل هي امباكتفول بالنسبه للاسر دي هي رقم 1 لان عليها 70. تمام، فهو بيقول ان الاثنين الاتش اندكس بتاعهم 5، ما بيقولش اكتر من كده، ان الباحث ده الاتش اندكس بتاعه 5 والباحث ده الاتش اندكس بتاعه 5. انما لو جينا اكشوالي ان ذا فيلد هنلاقي لا الاوثر دي مور امباكتفول ان ذا فيلد، بدليل ان بيتعمل له 40 سيتيشن بير ارتكل من الارتكلز اللي نشرها، انما اوثر سي 8 بس. فاحنا عايزين نقول ان هو انديكيتور لكن اوف لو باور، مش الانديكيتور اللي هو يعني خلينا نحلف ان الاوثر ده هايلي امباكتفول ان ذا فيلد. تمام، طيب دكتور احمد او الدكتور عباس او حد من الزملاء الاساتذه اللي موجودين لو حابب يضيف طريقه مور سمبليفايد للاتش اندكس عشان حاسس ان بعض الزملاء عندهم ستيل كونفيوجن في طريقه حسابه يتفضل. مشكور. اتفضل. I think دكتور احمد المشكله مش في طريقه الانتربريتيشن بقدر ما هي مدى هل هو فير اور نوت، يعني التساؤل بتاع الزملاء كله حتى اساتذتنا يعني كله عشان حته هو فير او لا، لكن اعتقد الفكره نفسها واصله للجميع. اعتقد لو حد عنده سؤال برضو ممكن من الزملاء او اساتذتنا ممكن يحطه في الشات بوكس يعني. طيب هو طبعا فير اور نوت، هو يعني احنا قلنا هو فاكتور مهم لكن الباور بتاعه قليل، ده الان كونكلوجن. تمام، طيب زي ما قال استاذنا الدكتور عبد الباسط دلوقتي الدكتور مريوت ان الاتش اندكس ما ينفعش يبقى هو لوحده، ودي اجابه كمان للسؤال اللي حضرتك بتذكره على سؤال على لسان الزملاء يا دكتور احمد، ان لازم يكون في اذر فاكتورز اعمل منها مونيتورنج للامباكت بتاعي في الفيلد اللي هي السوشيال ميديا اتنشن. تمام، وبرده الحاجات دي هتخليني مور امباكتفول، سبيكينج تو كونفرنسز، استخدام الالتيميتريكس وهنعرف دلوقتي ازاي، النمبر اوف داونلودز، النمبر اوف ريدرز زي الدكتوره ما قالت من شويه على ريسيرش جيت، والاوبن الديبيت، اوبن ديبيت اراوند ماي ارتكلز، كلهم مع بعض كده بيوضحوا لي صوره الامباكت بتاعي او السيرش او الواي اوف سيرش فيلد بتاعي ماشي ازاي. ما اقفش بس عند الامباكت فاكتور، ما اقفش فاكتور عند الهاي اندكس او الهيرش اندكس، لازم يكون في انتجريشن لكل ده مع بعض. طيب ازاي بقى اعمل بروموشن للريسيرش بتاعي؟ هل انا خلاص بعت البيبر للجورنال وخلاص واكسبتد وشكرا على كده، هم يتصرفوا بقى ينشروها ما ينشروهاش، ده مش كفايه خالص. لازم حضرتك النهارده هي طريقه التواصل هي الميديا، فلازم حضرتك تبقى بروموت الاكشن بتاعك ده باي مالتيبل ويز عشان تبقى مور ديسكفربل ومور امباكتفول. انك تعمل برزنتيشن للبيبر بتاعتك دي في كونفرنسز،
وتشيرت على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اكثر اللي ريليتد للريسيرش والاكاديميك ورك حقيقه هي تويتر والان او لينكد ان اكثر من الفيسبوك واكثر من اي حاجه ثانيه. فانصح برضو ان الناس الاكاديميك يكون لهم يشترك في لينكد ان بالذات والتويتر ويعملوا شيرنج للاكشن بتاعهم على السوشيال نتوركس. الميديا اتنشن مهم جدا وان يكون لحضرتك بيرسونال ويب سايت. النقطه المهمه في الموضوع ده ان احنا نعمل مونيتورنج برضو الامباكت بتاعنا عن طريق اكتر من منصه. يعني لازم يكون عندي جوجل سكولر، البابونز، الريسيرش جيت. لازم يكون عند حضرتك اكاونتس على المواقع دي. اتليست الجوجل سكولر والبابونز دول ما بتطلبوش اوفيشال ايميل، ممكن بالايميل العادي حضرتك تدخل عليهم وتعمل اكاونت. الريسيرش جيت كان لحد قريب بيطلب اوفيشال ايميل، دلوقتي في طرق وبداوا ينشروها ازاي تعمل ريسيرش جيت اكاونت وزاوت اوفيشال ايميل. انما الجوجل والبابلونز اتليست لازم يكونوا موجودين عند حضرتك. طبعا ليه يكون في اكتر من منصه او اكتر من اكاونت او اكتر من اندكس او اكتر من داتابيز؟ لان كل حاجه هتوري لحضرتك حاجه. يعني الجوجل هيوريك حاجه معينه، البابلونز هيضيف عليه حاجات، ريسيرش جيت هتضيف حاجات. هناخد مثال مثلا فرصه والدكتور مريود معانا كعالم من علماء الفيلد اوف ريسيرش. يعني ده مثلا انا دخلت كده على السيرش اكاونت بتاع دكتور مريود. هنا طبعا الداتا بتاعت حضرتك ممكن تحط فيجر، وهنا بيبدا يجيب لحضرتك ريسيرشز بتاعت الحركه اللي عملتها كلها زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، ربنا ينفع بعلمه. يعني هنا شوف حسب الاتش اندكس قد ايه، 35 تمام، الايتن 80، التوتال سيتيشنز معديه ال 4000 ما شاء الله، واعتقد ان مش دي كل السيتيشن كمان. يعني 35 دي معناها ان 35 بيبر، لو عدينا كده هنوصل لرقم 35 بيبر، هم دول ال 35 دول اتكرر فيهم 35 مره السيتيشن تمام. طيب ايتن دي معناها ان في 80 بيبر اتليست كل واحده فيهم متعمل لهم سيتيشن اكتر من 10 مرات على الاقل، على الاقل 10 مرات 80 بيبر. وبرضه لو في اضافه عند استاذنا الدكتور مريض اتفضل اضيفها. ده بالنسبه للجوجل سكولر. طيب انما ما بيضيفش مثلا لو انت حضرتك عامل ريفيوز او اديتوريال اكشن او ليك اكتيفيتيز ثانيه ما بيضيفهاش، هو ده اخر الجوجل سكولر، لان يجيب البيبرز بتاعت حضرتك والسيتيشن والاتش اندكس والايتم. موقع زي البوبلونز لا بيضيف حاجات ثانيه، وانا بصراحه انصح كل واحد ناوي يشتغل في ريسيرش انه يعمل اكاونت على البوبلونز. برضه بتدخل لوج ان خالص او ريجستريشن لو نيو ريجستريتد، وبتدخل بس الايميل وباسورد بس، هو ده كل اللي مطلوب. كل اللي مطلوب من حضرتك ايميل عادي خالص، مش اوفيشال ايميل ولا حاجه، انا هدخل اهو بالايميل العادي وباسورد وساين ان. بتدخل على منصه البوبلونز دي، دي اكاديميك برضه فري، منصه غير ربحيه خالص. بتدخل حضرتك على البابلونز، تبدا تعمل لك اكاونت، بتطلب منها ريسيرشر اي دي زي كده. ريسيرشر اي دي ده بيبقى هو خلاص يونيك برضو لحضرتك، ويب اوف ساينس ريسيرشر اي دي. اي اكتيفيتيز بقى بتعملها، يعني هنا مثلا كان عندي ريفيور لبعض المجلات او اديتوريال اكتيفيتي لبعض المجلات، بتحسبها لك كلها غير الجوجل سكولر. انما هنا في مشكله في التوتال نمبر اوف سيتيشن والاتش اندكس، دايما هتلاقي في اختلاف ما بين البوبلونز والسكولر. سكولر اي سيتيشن في اي حته بيحسب، هنا شويه بيبقى لازم تكون فيريفايد وتكون تبع الويب اوف ساينس عشان يحسبها لك. فدايما هتلاقي ان النمبر بتاعك كسيتيشن او كهاي اندكس او هيرش اندكس افكتد على البوبلونز.
انما على الاذر سايد بيحسب لك انت لو يعني مثلا هنا اكسلنت ريفيور دي اتليست انت عملت ريفيورنج للمجله وادت لك الستار بتاع الاكسلنت ريفيور. هنا علشان انا عامل مونيتور لبعض الريفيورز ودي النقطه اللي انا عايز اوضحها بقى، ان من اهم ميزات الاكونت ده ان حضرتك كويس انك نشرت بيبر او اثنين او ثلاثه، ابدا ادخل على البوبلونز ده وروح على الكوميونتي هنا واختار البير ريفيو او الاكاديمي وادخل منهم اطلب ان حضرتك تاخد الكورس بتاع البير ريفيو ده فري، ما بيبقاش عليه اي ديسشارج خالص، ما فيش اي فيز، فري. فبتاخد كام فيديو كده، حوالي 10 فيديوهات بتتعلم من خلالهم، كل فيديو شورت فيديو 5 او 10 دقائق بعد ما بتوصل لحد، وبيسالك ام سي كيو خفيف كده بعديهم كل الناس بتباص فيهم. يعني لما بتوصل لليفل الثامن او التاسع بتبدا يديلك بيبر تراجعها وتبعت له الكومنت اكوردنج اللي انت سمعته في الفيديوهات اللي قبل كده، وبيبعتها للمنتور. المنتور انت ساعتها بيسمح لك انك تدخل على الاكاديمي منتور بقى، بتختار اي حد انت تعرفه، مش لازم يكون في التخصص، لو في التخصص يبقى افضل، لو مش في التخصص اي حد بتختاره، او هو لو انت مش عارف تختار بيرشح لك حد لتو بيبرز. وبعد كده بيطلع لك هنا ستار انك ايه سيرتيفايد ريفيو، ودي واحده من المهم من الحاجات المهمه جدا. كمان هنا بيحسب لك المتريكس بتاعتك، انت نشرت قد ايه والبروجريشن بتاعك عامل ازاي وكم اوف ساينس وكم معدلك ما بين الريفيورز الانترناشونال دي. نقطه مهمه بقى من اللي الدكتوره كانت بتتكلم فيها من شويه، البابليكيشنز بتاعتك، بيحسب لك حاجات مهمه في البابليكيشن. يعني مثلا ازاي نمونيتور الاكشن بتاعنا بحاجه غير الامباكت فاكتور اللي احنا كنا بنتكلم شويه واللي نوهنا عليها كلنا، بحاجه اسمها الالتيميتريكس. الالتيميتريكس دي مهمه جدا بالنسبه لاي باحث، انا بشوفها لا تقل اهميه عن البيور نمبر اوف سيتيشن، لان هي انديكيتور كمان للسيتيشن اللي ممكن تحصل بعد كده. يعني مثلا دي نبص فيها على ايه الالتيميتريكس دي، يعني مثلا بيبر زي دي انا نشرها في شهر 3 اللي فات 3/21، طلع لي زيرو اندكس، ما فيش سيتيشن، زيرو سيتيشن. طيب هل ده معناه ان البيبر دي، انا طبعا لسه ما مرتش عليها سنه، احنا فهل انت متوقع طب البيبر دي شكلها عامل ازاي؟ بتروح على الميتريكس دي هنا كده وتختار الفتره الاخيره او من وقت النشر او اخر سنه، بيطلع لك ديستريبيوشن الجميل اللي قدام حضراتكم ده، وبيطلع لك كل حاجه عن البيبر بتاعتك. يعني دي رغم ان هي زيرو سيتيشن الا انها اتعمل لها فيود از فول تكست 173 مره، اتعمل لها داونلود 42 مره. مش بس كده، كمان بيوريك الديستريبيوشن اوف ريدرز بتاعتك قد ايه، فانت ممكن تعرف بعد كده الريدرز بتاعتك فين، او الريدرز الانترستد بالشغل ده فين. يعني انا مثلا في السعوديه في 80 فيوز، في ايجيبت 42، في انديا، وبيطلع لك بالظبط البيبر بتاعتك اتفتحت فين واتشافت ازاي واتعمل لها داونلود قد ايه وتويتت ازاي واتحطت على مندلي كم مره. كل دي سيتيشنز تقول ان البيبرز دي ان شاء الله هيكون في منها سيتيشن كتير بعد كده بالنسبه لعدد الشهور اللي احنا اللي اتنشرت فيها وهكذا. فدي من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، ازاي تستخدم الالتيميتريكس از ا مونيتور للشغل بتاعك. ريسيرش جيت مهمه جدا طبعا، بس انا مش عايز ادخل كمان بقى عشان ما اضيعش وقت حضراتكم، انما بتطلع لك النمبر اوف ريدرز والانترست، وبتعمل لك سكور كمان، سكورز تانية كتيرة خالص غير مش عايزين نتوهكم معانا، لكن على اتليست على المستوى البيزك ليفل اللي احنا بنتكلم فيه يكون عندنا جوجل وبوبلونز، لان دول اكتر ده هيجمع لك الشغل بتاعك، ودول ممكن تتعلم في الاكاديمي بتاعتهم، ويضيف لك كمان لو في شغل تاني غير لو في ريفيوينج او اديتوريال اكتيفيتي او اي حاجة تانية، زائد الفري كورسز اللي ممكن تاخدها تبع البوبلونز. عايز اقول لكم ده زميل دكتور محمد عبد الغني من السندك ستارز ان كارديولوجي فيلد، يعني عندنا في الازهر، اصغر مننا سنا لكن انترستد في موضوع ريسيرش ما شاء الله. الويلي بي واحده من الهاي تراستد ببلشرز،
راجع لهم بس في السنة 2020 26 ريفيو، وكانوا مدين له الشهادة دي certification. يعني الدكتور محمد بقى بيقول إيه؟ يعني واحدة من أنا عايز أقول لكم إن الريفيوينج هيفيدك في إيه؟ يقول لك what is the shortest cut to remain up to date in certain field. لو أنت عايز تبقى فعلا up to date في field معين, the answer would be to review of cutting edge since for reputable journals of the way to go. يعني الريفيوينج ده أولا بيخليك يعني updated جدا بكل اللي بيحصل في الفيلد بتاعك, بيدي لك افكار لبيبرز جديده, بتساعد الناس لان انت حضرتك علشان البيبر بتاعتك دي تتنشر شوف كم واحد رجعها وكم اديتور اشتغل عليها, يعني عايز 3 4 يشتغلوا لك على البيبر بتاعتك وكلهم شغالين فور فري. غالبا معظم المجلات 99% من المجلات بتشتغل فري, فبرضه تكون انت اسهمت في الفيلد, يعني مش انت عمال تنشر بيبرز وخلاص, لازم تدي الفيلد اللي انت شغال فيه. الconclusion, identify yourself with a research ID or ORCID. واتفقنا الويب اوف ساينس والORCID مهمين جدا, اتليست لازم يكون عند حضرتك الاثنين دول. monitor, use multiple ways to measure your impact. citation, I don't only measure of impact, زي ما اتفقنا citation بس مش هي الميجر الوحيد, عندنا الالتيمتريكس وعندنا الداونلود وعندنا حاجات كتيرة جدا. finally, actively promote your work in multiple ways. And I have to thank all audience, and I wait for questions, please. Thank you, Dr. Muhammad. شكرا جزيلا على العرض الرائع, واتمنى الزملاء لو في حد, انا عايز بس اضيف اضافه الاول قبل ما نعدي النقطه دي واسمع راي الزملاء. يعني بالنسبه للجزء بتاع الريفيور ريفيوينج, سنه 2020 نيتشر عملت زي استيميت كده لل لو قدر الوقت اللي بيقضيه الريفيورز علشان يراجعوا الابحاث في خلال سنه 2020 من 1 من يناير 2020 لنهايه ليناير 21 قدر ب 1 بليون دولار, وده لهم بحث منشور بالمفهوم ده. فطبعا يعني رقم كبير جدا, دلاله على ان الريفيور بيبذلوا مجهود ووقت طويل جدا في الابحاث, لو قدر بالفلوس بيقدر بمليارات. يعني صوت واضح يا دكتور محمد؟ بس الناشر هو المستفيد. ماشي يا فندم. ايه؟ عفوا, للاسف المستفيد. الناشر هو المستفيد. نعم, لكن زي ما قال دكتور, تفضل دكتور محمد ريحان, انه الريفيو هو فعلا بيخليك انت اب تو ديت في ان يور فيلد. يعني انت عشان بدل تقرا كتب وتحضر محاضرات وكذا, هيكون الافضل لك والاسهل والاسرع أنك أنت كل أسبوع تستقبل ورقة في مجالك وتقرأ الورقة, وبعدين تشوف لأي مدى المجال البحثي بتاعك متقدم وكذا من خلال هذه الورقة. يعني فعلاً الريفيو هو يضيف لك كثير, لكن عشان كده هم عاملينه مجاني. يعني معظم طبعاً كل الببلشر الكبار الريفيو بالنسبة لهم فري. يعني شكراً جزيلاً. عفوا يا فندم, عفوا استاذنا. في اسئله دكتور محمد, سؤال, ما هي الاسباب التي تجعل احد الافراد في الجروب تظهر عنده سيتيشن ولم تظهر عند غيره في التيم وورك؟ دكتوره مناهل. هو غالبا السيتيشن دي حصلت معايا دكتوره بسبب وحاجه من النقاط اللي انا وضحتها في البدايه, اللي هو الاوثر نيم. يعني مثلا اول بيبر اتنشرت ليا كان نشرها, كانت بيبر بتاعه الدكتوراه بتاعتي, وكان نشرها استاذي, وكان هو الكورسبوندنج اوثر ونشر البيبر, وكان كاتب اسمي بابريفيشنز وسبيلنج مختلف عن اللي انا بكتب بيه, فدي عملت لي سبليتنج في سيتيشن ما اتحسبتليش. تمام, ان احنا وده خلينا بقى ناكد على اهميه الكلام اللي احنا قلناه النهارده, الديجيتال ايدنتيفاير. الديجيتال ايدنتيفاير ده هيحفظ لك حقك, لان نو واي انه يروح لحد تاني او يروح لحد او ما يروحلوش او كده. لكن ممكن حضرتك تخليه ممكن يراسل يبعت هو ان هو اوثر للمجله الفلانيه, وهنا ده سيتيشن ما اتحسبتليش وبتتحسب له. طيب انا بس دكتور محمد, انا شيرت بس لينك الفيدباك بعد, يعني بعد ما يخلص, بعد ما الزملاء يخلصوا يعني, بس يشاركوا معنا في الفيدباك. تمام,
انا برضو في حد من الزملاء بيسال على عايز لينك للمحاضره للتسجيل، هو في ستريم بالفعل اونلاين على اليوتيوب حاليا، فالمفروض لما بيخلص بيسجل على اليوتيوب، فده ان شاء الله ممكن ارفع لحضرتك اللينك بتاعه على القناه. ممكن برضو لو دكتور محمد بقى، انا هتواصل مع دكتور محمد لو كده ممكن نبقى نرفعه بعد كده على انذر انجن يعني، حتى لو درايف او حاجه، وابعت لحضرتك اللينك بتاعه. ده متاح وده متاح ان شاء الله. طيب انا عندي نفس المحاضره دي وكم محاضره تانيين ريليتد للريسيرش، اللي انترستد هبقى ابعت له اللينك برضو بتاعي يدخل يسمعهم في اي وقت ان شاء الله. والداتا انا كنت شيرتها لحضراتكم، هشيرها لكم تاني، تاخدوها دلوقتي سكرين شوت. لو حد حابب ان انا اعمله انفيتيشن من على البوبلونز، او حتى هو يدخل بنفسه يشارك، يدخل بس على الاكاونت ويعمل لنفسه اكتيفيشن، سهله جدا يعني. دي الداتا هي بتاعتي، ده الايميل بتاعي، والرقمين دول عليهم واتس، يعني اللي انا بتابعه دلوقتي السعودي. اي حد محتاج اي حاجه كونسلتيشن فيما يخص القصه دي تحت امركم ان شاء الله، واشرف طبعا بالمساهمه يعني. عنوان القناه على اليوتيوب مش عارف دكتور احمد حالا هشار اللينك حالا. طيب انا طبعا حابب اشكر حضراتكم انكم استحملتونا الوقت ده، اتمنى نكون اضفنا شيء. بشكر القامات الكبيره اللي كانت موجوده، ان انا عارف انهم طبعا يعني وجودهم بس كان اضافه لينا احنا. بشكرهم على وقتهم وعلى مساهمتهم ومشاركتهم اللي كانت اثراء للقاء. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. الموضوع بسيط جدا، جاست انك تستارت بس، يعني تاخد المحاوله. انا بقول لحضراتكم وانا يعني عارف يعني اللي انا بقول، عملنا كورس زي ده في 2017. النهارده كان حضروا طلبه، مش يعني طبعا حضراتكم ما شاء الله يعني من اقوى الناس اللي انا حضرت معاهم، كانوا طلبه. و النهارده يعني احنا ده رفع 2017، شوف حضرتك 2018 19 20 ثلاث سنين، الناس الرانك بتاعهم والسيتيشن عدت معظم اساتذه جامعه الازهر، وده كلام واقع مش بدون اي مبالغه. فالموضوع بسيط خالص، بس تراي اعمل امباكت في الورك، اهتم بالشغل بتاعك، وفي الاخر حاول تظهره بشكل كويس، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل يعني. وطبعا الاكسبيرينس طبعا، انك يعني انا كنت سايلنت لفتره طويله جدا يعني، يمكن بس بدات يعني اعمل ري اكتيفيشن للريسيرش ورك شويه لما سافرت، لان في مصر طبعا ما فيش مجال، كنت مشغول جدا ما بين عيادتي وما بين الجامعه وكذا وكذا وكذا. يعني كل الاكسبيرينس اللي انا خدتها دي يمكن خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا. فالموضوع مش صعب، وان شاء الله تكون بدايه موفقه للجميع باذن الله تعالى. وبكرر شكري وسعادتي يعني ان انا كنت معاكم الفتره دي. شكرا جزيلا لحضرتك محمد، وشكرا جزيلا لسائر الزملاء من داخل من خارج مصر ثم من داخل مصر، وربي ينفع بحضرتك دايما كده ان شاء الله. اذكر حضرتك المره الثانيه يا جماعه، عشان الفيدباك ده مهم جدا يعني، هينقل لنا الصوره الكامله لاليه التحسين. اهم حاجه يعني ازاي نقدر نحسن من الورك شوب دي ان شاء الله، احنا عندنا ممكن نعملها في شهر فبراير تاني، فيا ريت يعني مشاركات حضراتكم هتنعكس علينا بشكل ايجابي جدا، وعلى الزملاء اللي هيبقوا متلقين الكورس المره اللي جايه. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور محمد. احمد استاذنك يا دكتور احمد للمره الاخيره تشير الكورس كونتنت حالا. حاضر. علشان زمايلنا اللي من بره الجامعه يشوفوه، ولو حد فيهم حابب يشارك يتواصل معايا ان شاء الله، وانا ابعت له اللينك بتاع ريجستريشن لو حابب يحضر الكورس من اوله لاخره يعني. انا هستوب شير اهو عشان لو في حد ما دخلش من الاول ولا حاجه. هو كده وإن شاء الله يعني هدي انسايت تاني عنه سريعا. هو كده واضح لحضراتكم جميعا ان شاء الله صح؟ مش من اوله يا دكتور. كده تمام؟ ايوه. طيب هو الكورس، انا عايز تاني سريعا، هو الكورس كان هو جزء من برنامج يعني رفع الكفاءة البحثية لبرامج الدراسات العليا عندنا في الكلية، وهو بيستهدف فئة البوست جراديوت ماجستير ودكتوراه والساعات المعتمدة الخاصة بالدبلومة جزئين، عشان هم ممكن يعملوا بعد كده ماجستير او رسالة يعني. وكمان استاذ اعضاء التدريس لو حد حابب يشارك.
الكورس بدأنا به هو عبارة عن 6 ويفز وفيهم practical sessions. ال 6 ويفز الويف الأولى كانت يوم 26/12 بدأنا فيها introduction and objectives of research highlights و how to plan your scientific research population and sampling. ده كانت السكند سيشن في نفس اليوم screening, وبدأنا فيها ال study designs screening and diagnostic test بدأناها في أول ويف. الويف الثانية كانت يوم Tuesday 28 وخدنا فيها بقية الobservational epidemiology, الother clinical studies والintervention studies. third wave كانت يوم 30 كلمنا فيها أجلنا فيها, كان فيها المفروض data collection tools and preparation of and testing of questionnaire as one of the most important data collection tools which is mainly used in many researches. So أجلناها شوية بسبب ظروف خاصة بالدكتور أيمن, لكن خدنا في الويف دي inferential statistics, وكان عندنا فيه template خاص بلجنة الـ IRB Institution Review Board, عملنا عنها announcement للسادة الزملاء في الدراسات العليا. بعد كده كتخلل بعد ده كنا لازم نعمل practical sessions, عملنا practical sessions, عندنا معمل الكمبيوتر, الزملاء حضروا معانا وبدأنا نعمل application للحاجات اللي احنا خدناها في study designs والمين statistical techniques اللي اشتغلنا عليها. فكان study designs طبقنا وناقشنا مع بعض ازاي نعمل formulation للobjective وformulation للresearch topic, ازاي نصيغ الكلام ده في شكل ايه, ازاي نعمل منه, ازاي نكتب suitable, ازاي نتشوز suitable methodology ونكتب ونعمله كتب, ازاي نحط statistical plan بشكل مبسط. وبعد كده خدنا شويه تطبيقات على الاس بي اس اس, حضراتكم عارفين ان هو برنامج كبير, فاحنا خدنا انسايتس اساسيه, داتا انتري, ديسكريبتيف ستاتستكس, والمين كومباريزونز. ما كانش عندنا وقت للاسف ان احنا ناخد سامبل سايز ان ديتيلز, فاحنا اجلناها لاذر كورس لو حد حابب ياخدها. خدنا بعد كده الويف الخامسه كانت مع استاذ دكتور سرحان عن مندلي وازاي كيفيه اداره المراجع ولمده 3 ساعات, واعتقد انها كانت ورشه مميزه جدا كما اليوم يعني. وبعد كده خدنا الويف الخامسه كان دكتور ايمن الحسيني اتكلم فيها عن الداتا كولكشن تولز اللي احنا اجلناها مع ازاي نعمل كريتيكال ابريزل للاور مانوسكريبت. بعد كده النهارده الويب الاخيره وحسن الختام مع الدكتور محمد الحان عن السكسسفول ابلكيشن استراتيجي فروم ستارت تو ذا اند, واتمنى يكون حضراتكم استفدتوا فيها, وانا كمان انا على المستوى الشخصي طبعا استفدت جدا اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. طبعا ان شاء الله احنا عندنا في نهايه الكورس بيبقى فيه في فاينل اكزام بيكون في قاعه الكمبيوتر عندنا. ده هايلايت على الكورس كاملا يعني. بشكر حضرتك دكتور محمد على إتاحة الفرصة, وبشكر السادة الزملاء للمرة الثانية. شكرا دكتور أحمد, وبارك الله فيكم, وربنا إن شاء الله يجزي لكم العطاء ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبكرر شكري للقامة الحضور, وربنا ينفعكم وينفع بكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور, وشكرا جزيلا للدكتور أحمد على مجهوده معنا والله. شكرا حضرتك فاهم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.